تحية مجددة من جديد لكم أنتم مشاهدينا في كل مكان، محطات إخبارية مجانية متنوعة ومختلفة. نبدأها بأخبار الطقس مع شناس. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. إذا بالنسبة لنها اليوم إن شاء الله نرتقب سماء ملبدة إلى غائمة من الجنوب الغربي كمنطقة تندوف إلى كل المناطق الشمالية، أيضا على السواحل البحر الأبيض المتوسط تكون أيضا مرفوقة بأمطار رعدية خاصة على كل ولايات الشمالية الغربية، بينما يعم الصفاء على منطقة الواحات على كل الجنوب الشرقي مرتفعات الهجر والتاسيلي وأقصى الجنوب، دائما زوابع رملية تنشط على وسط الصحراء وعلى منطقة الواحات وشمال الصحراء حتى على منطقة شمال إليزي، وهذا راجع إلى رياح تكون قوية مباشرة. جزول درجة الحرارة المرتقبة خلال هذا النهار إن شاء الله نرتقي من 24 إلى 27 درجة على كل السواحل الجزائرية، مرورا ب 25 درجة إن شاء الله على الجزائر العاصمة وضواحيها، أيضا من 24 إلى 29 درجة على كل المناطق الداخلية الشرقية وحتى على الغربية، من 23 إلى 24 درجة على كل من سطيف باتنا حتى على البيض ونعامة، أيضا من 30 إلى 31 درجة على كل الأطلس الصحراوي، 34 درجة مرتقبة بإذن الله على ابن عباس، 35 درجة على تندوف حتى على عين ميناس ومنطقة إليزي، 36 درجة بعين صالح وأدرار ورقان، 32 إلى 33 درجة بمرتفعات الهوكر وتاسيلي كتمن راسات وجانت، 38 درجة كأعلى مقياس على برج بادي مختار تيميوين وتنزواطين. مشاهدينا فيما يخص الملاحة والصيد البحري لنهار اليوم، البحر راح يكون جميل إلا محليا قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي مع رياح تكون مختلفة الاتجاهات تراوح سرعتها من 20 إلى 30 كيلومتر في الساعة على كل السواحل الجزائرية. مشاهدينا ختام نشرتنا الجوية يكون كالعادة بالمعلومات الفلكية لتهم الجزائر العاصمة وضواحيها. اليوم إن شاء الله نكون الأربعاء 15 أفريل 2015، الغروب بحول الله يكون على الساعة 7:21، والمواقع الإلكترونية تبقى دائما في خدمتكم. للمزيد من الاستفسار حول الجو والبيئة تفاصيل أكثر ترقبوها في نشرتنا اللاحقة. نهاركم سعيد في أمان الله. شكرا لك شناز. إذا كما شاهدنا مشاهدينا في أحوال الطقس، فيه تحسن لحالة الجو، ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة، أكيد حالة الجو بتؤثر بدرجة كبيرة على حالة الطرقات. اربطوا الآن أحزمة الأمان لنأخذكم إلى جولة عبر طرقات الجزائر لنهار اليوم بعد الفاصل. وينضم إلينا مباشرة حضرة الرائد في الدرك الوطني الشيعاوي العياشي. أهلا وصباح الخير سيدي، كيف هي حالة الطرقات لنهار اليوم؟ صباح الخير سوسن ولكل المشاهدين الكرام. بالنسبة للحالة اليومية لشبكة الطرقات التابعة لإقليم اختصاص الدرك الوطني، على العموم مفتوحة للسير، نستثني دائما تلك المقاطع التي تعرف اختناقات أو حركة مرور باطئة، وهذا بسبب الكثافة المرورية أو بسبب الأشغال إعادة تهيئة هذه المقاطع للسير. بحيث سجلنا بولاية قسنطينة الطريق الولائي المزدوج رقم 101 في شطر مدينة قسنطينة وبلدية عين سمارة، يشهد اختناقات في حركة المرور، وهذا رجع إلى الكثافة المرورية من المنطقة المسماة محجرة شمال إفريقيا إلى غاية محور دوران نحو بلدية علين منجلي، وهذا من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء. كذلك الطريق الوطني رقم 79 في شطره الربط بين مدينة قسنطينة وبلدية الخروب يشهد اختناقات في حركة المرور من الحجرة الكيلومترية رقم 8 إلى غاية الحجرة الكيلومترية رقم 8 زي 300 متر، وبالضبط على مستوى قرية بلحرش من الثامنة صباحا إلى غاية الخامسة مساء. على مستوى ولاية الجزائر العاصمة كذلك الطريق السريع شرق غرب في شطره الربط بين ولاية الجزائر العاصمة والبوليدة يشهد اختناقات في حركة المرور، وهذا بسبب الكثافة المرورية والأشغال الموضوعة على عدة نقاط من هذا المحور. والطريق الولائي رقم 15 كذلك يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الكثافة المرورية على مستوى ملتقى الطريق الولائي رقم 15 بالطريق الولائي رقم 133 بإقليم بلدية الصوالي. على مستوى ولاية البويرة نبقى دائما نسجل الطريق السيار شرق غرب في شطرها الرابط بين ولاية البويرة وبلدية الأخضرية يشهد اختناقات في حركة المرور بسبب الأشغال والسيارة مرور في الاتجاه المعاكس على مستوى المنطقة المسماة عين شريكي بإقليم بلدية عين الطرق. وعلى مستوى ولاية بجاية كذلك نبقى نسجل الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين بلدية خراطة وتسكريوت مغلق بسبب انجراف التربة على مستوى المكان المسمى حينوز بلدية خراطة. يعني هذه بصفة عامة الحالة اليومية لشبكة الطرقات. نعم، إذن حضرة الرائد بما أنه فيه حالة اختناقات كبيرة لنهار اليوم، أكيد أن مصالحكم سجلت حصيلة لحوادث المرور في الفترة الأخيرة، وحبذا لنقارنها بالفترة السابقة.
أما عن الحوادث المرور المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، وحدث الضرب الوطني سجلت 41 حادث مرور، أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 64 شخص بجروح. هذه الفترة عرفت انخفاض بالمقارنة بنفس الفترة السابقة، بحيث تم تسجيل انخفاض في عدد الحوادث ب 8 حوادث مرور، ومن جهة أخرى ارتفاع في عدد القتلى ب 5 أشخاص وانخفاض كذلك في عدد الجرحى ب 11 جريح. نعم، طيب ما هي الولايات التي سجلت أكبر حصيلة لحوادث المرور حضرة الرائد؟ الولايات التي سجل بها أكبر عدد من هذه الحوادث هي ولاية تيزي وزو للمسيلة باطنة صيف وولاية المدية. أسباب وقوع هذه الحوادث، فالأسباب المنسوبة إلى السواق 36 حادث مرور، الأسباب المنسوبة إلى المحيط حادث مرور واحد، المركبات حادث مرور واحد، والمرأة أي الراجلين تسببوا في 3 حوادث مرور. طيب حضرة الرائد، هناك أسباب عديدة أكيد تقف وراء هذه الحوادث، ولكن نحن نبخل على المشاهدين بالنصائح لتفادي هذه الحوادث ونذكرهم دائما بالرقم الأخضر. في الأخير نتوجه إلى الإخوة مستعملي الطريق، ننصحهم دائما بأخذ الوقت الكافي أثناء تنقلاتهم واحترام قانون المرور واتخاذ كل الإجراءات الضرورية وتجنب تلك المخالفات، خاصة إفراط في السرعة التي يعني تعتبر هي مصدر لكل المخالفات. ولدينا الرقم الأخضر الخاص بالدرك الوطني 1055 تحت تصرف الجميع، ونتمنى للجميع طريق السلامة وشكرا. شكرا لك حضرة الرائد شعاوي العياشي في الدرك الوطني على كل هذه النصائح القيمة التي قدمتها لنا، ونحن بدورنا نعمل دائما على نقدم نصائح لكل مشاهدينا في كل مكان، ونقول لكم طريق السلامة، وتذكروا دائما واتخذوا من السياقة مسؤولية قبل أن تكون متعة. ما زلنا مستمرين معكم عبر محطات الشروق مورنينج، المحطة التالية ستكون جولة أخرى ولكن عبر صحف وطنية ودولية مع إبراهيم الدب بعد الفاصل. إبراهيم صباح الخير. أهلا سوسن، صباح الخير، أسعد الله صباحكم مشاهدي الأفاضل إلى موعد جديد من معرض الصحافة لنهار اليوم، والبداية بأهم العناوين الرئيسية لجريدة الشروق التي كتبت: بكالوريا نموذجية على صفحات الشروق، والأفهم يحذر الجزائر من عجز ب 26 مليار دولار، إسرائيلي ومغربي وجزائري نفذوا صفقة الشيطان مع حياته ضد الجزائر. في جريدة البلاد نقرأ لنهار اليوم: الجيش يحجز ترسانة حربية بالجنوب. في يومية الفجر: رهن إطلاق عدد 3 بتحول 32 ألف من مستفيدي الأس بالعاصمة. وأخيرا من الحياة: نقل الأموال المحجوزة إلى الخزينة العمومية ومحاكمة 19 شابا في القضية. إلى التفاصيل من الشروق أولا، وفي عنوان وفي مقال تحت عنوان سلال يعاقب بن يونس على تحرير تجارة الخمور، وكتبت الشروق أن الوزير الأول عبد الملك سلال جمد تعليم تحرير تجارة الخمور التي وجهها وزير التجارة عمارة بن يونس للمركز الوطني للسجل التجاري الشهر الماضي، في انتظار مناقشتها مع القطاعات المعنية بالنشاط والفصل فيها نهائيا، وهذا بعد الضجة السياسية والإعلامية واتساع رقعة الغضب التي أحدثها قرار الوزير بن يونس. نعم إبراهيم، هذا القرار أحدث جدل كبير في الجزائر، وكان المقرر أنه هذا الجمعة قبل ما يصدر الوزير الأول عبد الملك سلال هذا القرار تكون فيه جمعة موحدة عبر مساجد الجزائر تنديدا بهذا القرار. طبعا هذه الجمعة ربما تلغى. نعم. خاصة بعد هذا القرار للوزير الأول سلال. إلى خبر ثاني سوسن. نعم. من الشروق دائما: الفرقاء الليبيون يتفقون على حكومة وحدة ويختلفون حول البرلمان. وتقول الشروق أن الأطراف الليبية المتحاورة في الجزائر اتفقت على مبدأ تشكيل حكومة وفاق وطني، لكن الخلاف ما زال قائما حول مصير السلطة التشريعية، وهي النقطة التي تتسم مناقشتها في جولة حوار جديدة. في موضوع ثاني حول التهاب أسعار المواد الغذائية وارتفاع البطالة، كتبت الشروق أن الأفهمي يحذر الجزائر من عجز ب 26 مليار دولار، أي نتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز ميزان المدفوعات للحسابات الجارية بالنسبة للجزائر 26 مليار دولار خلال سنة 2015، فيما رجح ارتفاع نسبة البطالة وذلك بسبب انهيار أسعار البترول.
بداية من 16 من أفريل إلى غاية 2 جوان وبشراكة مع أكاديمية الجزائر بكالوريا نموذجية على صفحات الشروق اليومي، أين سيكون المرشحون للبكالوريا على موعد مع صياغة جديدة للأسئلة والأجوبة النموذجية لكل الشعب وفي كافة المواد مع نصائح قيمة ستكون بمثابة المفاتيح التي تساعد المترشح على نيل شهادة البكالوريا. هي مبادرة جميلة جدا من مجمع الشروق وليست الأولى من نوعها أنه تكون تنظم شروق أو جريدة تمارين أو نموذجية، إجابات نموذجية وأسئلة نموذجية لطلاب شهادة البكالوريا. طبعا نتمنى التوفيق لكل مترشحي شهادة البكالوريا لهذا السنة. في يومية الخبر كتبت الباتريوت يتمسكون بقرار تنظيم مسيرة نحو العاصمة، نكد ممثل عن التنسيقية الوطنية للباتريوت بوغطاي علي أن ممثلي الولايات اتفقوا في اجتماع على قرار لا نقاش فيه يقضي بمواصلة الاحتجاج والعودة إلى تنظيم مسيرة نحو الجزائر العاصمة قبل نهاية الشهر الجاري. في الحياة كتبت عن تحرير مسار الطريق السريع بعد توقف دام 3 أشهر بقالمة، وتقول الحياة أن والي ولاية قالمة العربي مرزوق أصدر أمرا بتحرير مسار الطريق السريع الذي يربط بين قالمة وعنابة وغرب، وذلك بعد توقف دام 3 أشهر بسبب تعقيدات ميدانية. نادية العبيدي تأخر بعض المشاريع لن يؤثر على انطلاق الحدث، وكتبت الفجر أن نادية العبيدي وزيرة الثقافة صرحت أن تأخر بعض المشاريع المتعلقة بالترميم لن يؤثر على جاهزية احتضان مدينة قسنطينة لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، ولم تحدد الوزيرة نسبة المشاريع المنجزة إلى حد الآن. ولكن إبراهيم نحن في عدد اليوم سنحدد وسنقف عند أهم النشاطات الثقافية في الفقرة الثقافية لتحضيرا لعاصمة الثقافة العربية قسنطينة، وكذلك في فقرة الضيف سنتحدث عن أهم النشاطات الدينية في هذا التظاهرة. سوسن، إلى خبر آخر من يومية البلاد، يقول حالة طوارئ بأسواق المواشي بسبب الحمى القلاعية، وكتبت البلاد أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري قد عقد اجتماعا طارئا بمصالح البيطرية لوزارته على خلفية عودة وباء الحمى القلاعية، وتقول البلاد أن وزير الفلاحة سيعمد مجددا للجوء إلى استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل والهند لتجنب أي ندرة أو انخفاض للكمية الموجودة في السوق الوطنية. ننتقل سوسن إلى الكاريكاتير من الشروق. أول شيء، سلال يلغي قرار بن يونس المحرر لبيع الخمور، ربما أنا صورة تعبر أنه كأس المواطن، يعني يقول له سلال يكفي، يعني كصدمة يعني أو صدمة كأس إفريقيا في الجزائر. المواطن الجزائري ربما يشتكي من إلغاء هذا القرار حسب الرسم الكاريكاتوري. يشتكي لا هو ربما الشعب الجزائري هنا يعني من صدمة عدم تنظيم كأس إفريقيا، يقولوا كأس إفريقيا هذاك فيه يعني صدمة. عدم تنظيم كأس إفريقيا كانت كافية للشعب الجزائري. إلى ثاني كاريكاتير سوسن من الشروق، طبعا حول العاصمة مزبلة كبيرة، يعني ربما نشاهدوا في مناطق كثيرة من العاصمة حتى المدن الكبيرة بالجزائر دائما نشاهدوا ربما هذا انتشار النفايات في كل مكان وعدم وجود وعي بيئي لدى المواطنين، خاصة أنه العاصمة معروفة أنه بالجزائر البيضاء، يجب أن نحافظ على هذا الاسم على الأقل. إن شاء الله يا سوسن. إلى ثالث كاريكاتير من البلاد حول البطاقة التعريف الوطنية، يقولوا هنا ربما المواطن ما زال ينتظر البطاقة البيومترية، طبعا البطاقة المعروفة عند الشعب الجزائري، يعني معظم الشعب يعني حالة البطاقة بعد جواز السفر البيومتري إن شاء الله تكون فيها الله بطاقة تعريف بيومترية. بهذا الكاريكاتير سوسن، آخر كاريكاتير للصحافة المحلية، ولكن ما زلنا مستمرين في الصحافة الدولية إبراهيم، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. إذن إبراهيم، من أين ستكون البداية من القدس الدولية؟ العربي نبدأ سوسن في عنوان يقول إغلاق كافة مراكز الاقتراع في ختام ثاني الانتخابات السودانية، دعية 13.6 مليون سوداني أصحاب اقتراع للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10,000 مركز اقتراع تنتشر في أنحاء البلاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد ونواب البرلمان والمجالس التشريعية القومية للانتخابات.
إلى الحياة اللندنية التي كتبت وكالة الطاقة لا زيادة مهمة في إنتاج نفط إيران قبل 5 سنوات. أين يرى أبرز الخبراء الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية أن أسواق النفط العالمية لن تشهد زيادة مهمة في الإمدادات الإيرانية قبل فترة تصل إلى 5 سنوات حتى إذا أبرمت طهران اتفاقا نوويا نهائيا مع القوى العالمية؟ إلى الواشنطن بوست، أوباما يزيل كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بين قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفع كوبا كدولة راعية للإرهاب، وهو القرار الذي يزيل عائقا رئيسيا إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي شهدت جمودا لسنوات. نختتم سوسن الصحافة لنهار اليوم من تويتر من حساب نادي ريال مدريد الإسباني اللي انشر أهم وأجمل لحظات اللي كانت بالأمس في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الريال والغريم أتلتيكو مدريد على ملعب الكارديرون. طبعا المباراة انتهت بتعادل سلبي 0-0 بين الغريمين للعاصمة مدريد. إذن هذا نصل إلى ختام جولة الصحف لنهار اليوم. نشكرك إبراهيم. ومن الرياضة نبقى مشاهدين متواصلين دائما معكم، محطتنا ما تزال متواصلة ومواضيع مختلفة ومهمة جدا بانتظاركم. نتواصل معكم كذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، الفيسبوك وتويتر وصفحة الانستغرام كذلك، لكل من يهمه مواضيع يريد أن يرسل مواضيع يقترحها في محطات الشرق مورنينج أكيد بكل سعادة. إذن ننتقل وإياكم الآن إلى المحطة الرياضية، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا التقرير وهذه الورقة من إعداد ياسين مرابط حول ماراثون في القطب الشمالي ولنعود. إذن كانت هذه الورقة من إعداد ياسين مرابط وتربطنا أكيد بالمحطة الرياضية اللي حاضرة معنا اليوم بمواضيع مختلفة ومهمة نلخصها لكم أكيد في أبرز العناوين بعد الفاصل. وتنضم إلينا نوال والمحطة الرياضية. نوال صباح الخير. صباح الخير سوسن. صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا نوال كما ذكرنا في العناوين قبل قليل، نصر حسين داي بعد ما كان عنده موسم من الصعود الآن يسقط أو مهدد بالسقوط. نعم سوسن، اليوم ارتأينا أن نسلط الضوء على أحد الأندية، يعني الأندية اللي توصف بالأندية العريقة في بطولة المحترف الأول، ويتعلق الأمر كما قلتي بنصر حسين داي. نصر حسين داي هذا الموسم راه يعاني الأمرين، يعني بعد نتيجة اللي سجلها البارح فوق أرضية ميدانه بانهزام أمام مولودية العلمة، يعني زادت عليه المشاكل وأصبح من أكبر المهددين للسقوط إلى القسم الأسفل. يعني نصر حسين داي راه وكأنه يعيش سيناريو مكرر لما حدث له عام 2009 عندما صعد ونزل في نفس الموسم، سقط في نفس الموسم إلى القسم الثاني، يعني وبعد مجهودات جبارة العام الماضي خاصة إذا تعلق الأمر بالمرحوم نبيل حماني، يعني اللي ساهم مساهمة فعالة في صعود الفريق إلى القسم الوطني الأول. لكن هذا الموسم راه يعاود يكرر نفس ما حدث في 2009 ويلعب من أجل ضمان البقاء، وراه كما قلنا من المهددين بالسقوط. يعني نصر حسين داي هذا الموسم نقدر نوصفه بأحد الأندية المحترفة، يعني بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة على مستوى النادي، يعني الإمكانيات المادية موجودة، لذلك أصبح السؤال الذي يطرح نفسه أين يكمن الخلل. نعم سوسن، إذا شفنا احنا في اللاعبين نقولوا أين يكمن الخلل، هل هو في اللاعبين أم في سوء التسيير أم في عدم استقرار ربما عدم استقرار العرض الفنية. يعني نصر حسين داي كما نعرفوا هذا الموسم بدأ الموسم بعز الدين أيجودي، بعدها أقيل من منصبه، وكانت الإدارة استنجدت بالمدرب السابق لشبيبة القبائل إيجو. تناول أنا أشوفه أنه في الأندية الجزائرية وفي أي نادي أنه عندما يكون مدرب وبعدين يروح مدرب حيصير في خلل، يعني ما يكونش في استقرار أكيد حيأثر على اللاعبين بدرجة أكيد أولى. سوسن، عدم استقرار العرض الفني يأثر بشكل أو بآخر على الأندية. أيوة. حتى يعني هناك المدربين اللي يجوا في آخر الموسم ينقضوا الفريق من السقوط، على غير ما حدث الموسم الماضي مع شباب مزداد عندما جاء حنكوش وأنقذه من السقوط. لكن عندما نتحدث عن نصر حسين داي نقوله بلك بدأ بأي جودي، بعدها جاء إيغو بروس من شلي كان مدرب شبيبة القبائل، وبعدها ما فهمناش حنا السبب إقالة إيغو بروس من منصبه، يعني رغم أن الأمور كانت تسير على ما يرام.
ليأتي الدور على المدرب إيغيل. الآن مدرب إيغيل هو اللي يشرف على العرض الفنية وما كاش نتائج والفريق راه مهدد بالسقوط. ما حدث البارحة جعل الأنصار يصبون جام غضبهم على اللاعبين وأصبحوا يعني ينددون ويطالبون برحيل الإدارة الحالية واللاعبين. يعني حسب الأصداء يعني يقول لك الأنصار يطالبون بإعادة أبناء الفريق حتى يعاود الفريق استرجاع انفاسه حتى يسترجع الفريق انفاسه. سوسن هذا الفريق احنا نعرفوه بلي فريق عريق وكان في وقت مضى كان يساهم في يعني في صناعه الافراح كان يساهم في صناعه الافراح وكان يمد الفريق الوطني بخيره اللاعبين. يعني احنا ولا شفنا ولا نقولوا بلك اسطوره كره القدم الجزائريه رابح ماجر تخرج من نصر حسين داي، علي فرقاني، مرزقان، كذلك اللاعبين الجدد على غرار حارس شباب الوزداد ملك عسلة. يعني والان نشوفوا الفريق في هذا الوضعيه هنا نطرحوا اكثر من نوال ان هذا الفريق يعاود يسترجع انفاسه من جديد ويعاود يصعد مره اخرى. نعم نعاود نقولوا فقط سوسن الى مباراه الامس اللي جمعت ناصر حسين داي بمولودية العلماء واللي انهزم فيها نصر حسين داي فوق أرضية ميدانه. زميلنا ياسين قالم كان حاضر بالملعب وجاب لنا تصريح تاع مدرب إيغيل بعد الهزيمه. يلا نتابع التصريح. حضرناها كما ينبغي ولكن يظهر أن من الناحية البدنية يعني مقابلتين في ظرف ثلاث أيام أربعة أيام يظهر لي أنه كانت شوية ثقيلة على اللاعبين، لأن بدنيا تعطلوا كثير باش دخلوا في المقابلة، وزاد الهدف المبكر للفريق الخصم شوية زاد صعب المأمورة، ولكن عامة يعني ما كناش في مستوى لكي ممكن إنسان يقول لعبنا وما فزنا. إذا حسب المدرب نوال أن المنافسة ما كانتش سهلة، كانت صعيبة جدا. المدرب هنا يعترف أنه فريقه لم يكن في المستوى. المهم أن نصر حسين داي عنده 27 نقطة وهو مطالب بحصد 15 نقطة قبل نهاية الموسم بخمس مباريات خمس جولات، والمهمة صعبة 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 جدا سوسن، حتى يعني هناك عدة فرق راهي مهددة بالسقوط. حنا نتمنوا له باش ما يسقطش وحظ موفق لنصر حسين داي لأنه من بين يعني من بين الأندية العريقة على مستوى البطولة الوطنية. نروح الآن نوال موضوع آخر. للوزير تهمي يحيي مساهمة لجنة تنظيم المنافسات الكبرى. نعم نروح إلى الوزير تهمي يحيي لجنة تنظيم المنافسات الكبرى، خاصة بعد تنظيم سباق الدراجات بالجزائر واللي كان لقي نجاح. هذا النجاح كان ثمنه تهمي خلال لقائه الأخير خلال اجتماعه الأخير في مقر الوزارة. يعني كذلك الوزير تهمي ثمن نجاح تنظيم البطولة العالمية وكذلك الإفريقية للمبارزة بالسيف واللي كانت أقيمت بالجزائر. وكما نعرفوا احنا الوزير تهمي يعني في كل مرة يطالب بمساعدة يعني هذه الرياضات ودائما يثمن هذه النجاحات، يعني مثل ما حدث في المدة الأخيرة وكان صرح لنا بلي كان عجبه بزاف التنظيم تاع المبارزة بالسيف. الوزير تهمي شكر اللجنة التي رافقت اتحادية الدراجات وكذلك المبارزة، وتم التطرق في هذا الملتقى أيضا إلى التنظيم المقبل لنصف ماراثون بجاية اللي راح يقام في الفتح من شهر ماي في شهر ماي الداخل، كذلك الجائزة الكبرى لكرة الطائرة للسيدات وبطولة العالم فيتنام فيات فوداو. نعم واللي راح تكون من 28 جويليا إلى الفتح إلى الثاني من شهر أوت، واللي كان تحدثنا عليها رئيس الاتحادية الإفريقية اللي كان ضيف في بلاطو الشروق بطلة مونيك. نعم وكان نعم دلال زايري. نعم إذا نروح الآن إلى موضوع آخر. ما نطويبش اليوم وما نغلقوش. نروح إلى ملف آخر سوسن إلى إيناس إيبو بطلة التنس في الوسطايات. إيناس إيبو بعد كنا تحدثنا بداية الأسبوع عن تتويجها بالبطولة الإفريقية، إيناس إيبو بعد هذا التتويج ارتقت إلى الصف 93 عالميا، يعني حسب البيان اللي نشرته المنظمة العالمية للتنس. إيناس إيبو كانت في المركز 102
52 يعني ارتقت حتى المركز 93. نعم. يذكر فقط أن إيناس إيبو لم تكن محظوظة في البطولة الإفريقية في منافسة الزوجي، يعني حيث خرجت في الدور الثاني رفقة زميلتها المصرية شيراز بوشرى. برغم أنها صغيرة في السن، نعم 16 سنة وهي من الوسطيات. إيناس إيبو راهي تواصل تحضيراتها وما راهيش متواجدة في الجزائر كما قلنا المرة السابقة. لو كانت في الجزائر كانت ضيفة معنا في البلاتو، لكن نستناوها كي تجي راح نستضيفوها إن شاء الله. أنا نستناوها كي تجي أكيد، ونستناو لطفي باش يكون معنا وتكون هي حاضرة معنا لو غايب اليوم. نعم. له تحية أكيد. تحية للطفي. لطفي اللي قال لي جيبيها. يلا أكيد ما تجيبيهاش حتى يجي لطفي. أكيد. إذا نروح الآن إلى موضوع آخر سوسن، إلى الجمباز. يلا. إلى مسابقة الجمباز. إذا في مسابقة الجمباز عندنا سوسن من فضلك دقيقة، عندنا مشاركة 90 يعني 90 جمبازيين بما فيهم ذكور وإناث في البطولة الوطنية لمختلف الأصناف واللي راح تقام بتلمسان، يعني في المقررة في 17 إلى 18 من شهر أفريل، يعني تقام هذه الأيام. ذكور عندنا 9 من الأداني يعني لي بوسان، عندنا 15 أصغر، 5 أشبال، 1 من الأواسط، 12 من الأكابر. وفيما يخص الفتيات يعني فئات عمرية مختلفة. نعم لنا في الأصغر الأشبال عندنا 23 من الأداني للفتيات، 7 صغريات، 8 شبلات عفوا، 7 وسطيات، و4 كبريات. إذا سوسن الهدف من هذه البطولة يعني هو رفع مستوى الجمباز في الجزائر، وذلك من أجل تكوين منتخب وطني قوي اللي راه مشرف يعني راح يمثل الجزائر في الألعاب الإفريقية. تشجيع المواهب كذلك نوال، لأنه شفنا في الفترة الأخيرة جهات الوصية أصبحت تسلط الضوء ليس فقط على كرة القدم وإنما ولات تهتم برياضات أخرى. ليس تشجيع المواهب فقط سوسن، وإنما راه مقبلين على مشاركات يعني عالمية وإفريقية. عندنا الألعاب الإفريقية 2015 في سبتمبر التي ستجرى في سبتمبر بالكونغو، عندنا كذلك البطولة العالمية المؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016. يعني المشاركة في هذه البطولات راهي تخلي الاتحادية الجزائرية للجمباز تنظم بطولات وطنية حتى تكون يعني تساهم في تكوين، تستفيد كذلك من الخبرات، تستفيد من الخبرات وتكون فريق قوي، فريق منتخب قوي ليقدر ينافس في مختلف البطولات سواء الإفريقية أو العالمية. إذا نعم نروح الآن إلى رفع الأثقال وإلى تتويج أيمن الطويري. نعم ليرصد 3 ميداليات ذهبية في وزن 94 كيلوغرام في البطولة العالمية يعني لرفع الأثقال والتي اختتمت بعاصمة البيرو. أين تمكن هذا من رفع 142 كيلوغرام في حركة الخطف، يعني هناك مستويات نعم. و176 في النتر أي بمجموع 318، وهي لأول مرة يعني هذه النتيجة هي الأحسن في تاريخ هذه الرياضة للفئات الشابة في الجزائر. الجزائر نعم كانت ممثلة في هذه البطولة بخمسة رياضيين. نعم إذا نروح الآن قبل ما نختموا سوسن نروح إلى الدولي الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد، ونشوفوا اللقطة اللي قام بها واللي وصفت يعني بالصوت والصورة الفيديو نوال؟ لا لا بس بدون صوت. يعني هذه اللقطة قال لك يقدر ينافس فيها أكبر العدائين. السرعة اللي كان اللي تميز بها اللاعب في هذا الديربي أمام أتلتيكو مدريد، سرعة ومراوغة كذلك من قبل اللاعب. نعم هذه السرعة يعني رغم أنه اللقاء انتهى بتعادل، إن هذه الحركة يعني تم اختيارها من بين أحسن الحركات في المباراة. نعم. وصلنا للختام نوال؟ إذا بهذا نصل إلى ختام الفقرة الرياضية لنا اليوم، شكرا لك سوسن وإلى اللقاء. شكرا لك نوال على كل ما قدمتيه من مواضيع مختلفة في الرياضة. مشاهدينا تحية مجددة لكم أينما كنتم في كل مكان، برنامجنا ما يزال مستمر معكم، محطتنا ما تزال مستمرة، ما تروحوش بعيد، نروحوا فاصل وراجعين. أحلى وأجمل تحية لكم مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، ما نزال مستمرين معكم. الساعة الآن تشير إلى 8 تماما باستوديوهات الشروق بني كما تعودت دائما، موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. ريما ختمت الموجز بموضوع المظاهرات في نيويورك، وحنا المشاهدين أكيد راهم يحتجوا ويسألوا ونراه لطفي، ونحن نسألوا أكيد ونراه لطفي، ولكن شعاوي العياشي الرائد
كان اضطر انه في ازمه مرور خانقه. لطفي صباح الخير. صباح النور، اجمل واحلى تحيه صباحيه لكم جميعا. اعتذر على التاخر القليل القصير، اقول كما انا اؤكد ذلك زحمه سير رهيبه تشهدها العديد من المناطق بالجزائر، والمشكل الاكبر هو قسيمه السيارات للكل يعاني منه. انا توجهت شخصيا من اجل اقتناء قسيمه للسياره، لكن لقينا فقط القسيمه الخاصه بالوزن الثقيل. يعني هناك ازمه في قسيمه السيارات. هو موضوع من المواضيع اللي راح يعالجها ياسين في محطته اخبار النت، مواقع عديده راح يقوم من خلالها بمسح للعديد من المواضيع. فاصل ويلقاكم، يلا تفضل. ياسين صباح الخير. صباح الخير لطفي، وصباح الخير سمسار. صباح الخير ياسين، اهلا بك. البدايه من ازمه قسيمه السيارات. قبل نرحب بالمشاهدين، صباح الخير مشاهدينا. وذكر اخبار يا صاحبي اليوم يترو طالع كلمه. لا معليش، نبداو بالمشاهدين. صباح الخير مشاهدينا. نذكر فقط أن أخبار النت هي تتناول كل ما يحدث ويتحدث عن الجزائر في مواقع الإنترنت، إضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي، ونخص فقرة فيها حول أخبار الإنترنت بصفة عامة. كما ذكرت لطفي، وسبب اللي عطلك اليوم بها تلحق في الوقت، مع أنه دائما تتلحق في الوقت بشهادة، هو أزمة الليفينيات أو قسيمة السيارات. وهنا حسب موقع الجيغي فوكس اللي قال أنه حسب مصدر لم يريد أن يكشف عن هويته، فإن الأزمة هذه راجعة إلى أزمة تسويق بالنسبة لمؤسسة بريد الجزائر. هنا مديرية ضرائب أكدت أنها وزعت هذه القسائم من فئة، وخاصة بنسبة 300 إلى 1500 دينار على كل الجهات في الوطن، وخاصة على البريد الجزائري. لكن هنا هو يرجع هذا الأمر والأزمة إلى مؤسسة البريد الجزائري. ونذكر فقط أنه لأول مرة منذ سنوات يتسجل هذه الأزمة في بداية مرحلة بيع القسيمة، لأنه عادة تسجل في نهاية لأنه كل مواطنين يفضلوا يتأخروا حتى ينالوا يقتنيوا هذه القسيمة. والمشكل الأكبر على بالك ياسين أين يقع؟ يعني في مراكز البريد، لما تروح تتوجه إلى المكلف بالزبائن تلقى طوابير من صحيح. الأشخاص ينتظرون، عندهم مشاكل أخرى وتداعيات أخرى، ما نلقاوش ملصقات ربما تفيد فيش أنه إعلام وفيش تواصل مع المواطن الجزائري. قد تتفادى ربما الطوابير تروح. وربما أنت لطفي اليوم مشكل كاين أزمة كذلك ياسين، أنه بالإضافة إلى أنه هناك أزمة في قسيمة السيارات، هناك مشكل آخر يطرح نفسه اللي هو يعني طرقات مهترئة. يعني نتسالوا علاش هاد لافينيات كما معروف عن شبه الجزائر وازمه قسم السيارات في هذا في ظل وجود هو مشكل طرقات. ضريبه تخلص ضريبه هو مشكل يطرح نفسه كل عام، يقول لك نخلصوا ضريبه معينه بالنسبه للسيارات، لكن الطرقات لا ما فيش صيانه بالنسبه للطرقات وبالنسبه للممرات. ننتقل الى موضوع اخر هنا مع موقع وامدا، ومتخصص في مجال الاقتصاد والاعمال. وهذا الموقع اراد ان يخصص موضوع حول الاي بايمنت في الجزائر، او الدفع الالكتروني عبر مواقع الانترنت، اللي لحد الان الجزائر تعتبر متاخره او جد معناتها امر جدا بالنسبه لهذا الامر في 2015 بالنسبه حتى لجاراتها او شقيقتها من دول العربيه. وحسب الموقع فان حان الوقت للجزائر لتبنى هذه التكنولوجيا وهذه الخدمه الضروريه لعشره اسباب. لخصت ثلاثه اهم اسباب. الاول رجحها انه اذا الجزائر اعتمدت هذه الخدمه حتحسن القدره الشرائيه للجزائر. راهم يقولوا لنا ياسين الشباب انه هذا السبب، لانه في الجزائر ما عندهاش دفع الكتروني، كان هو سبب من بين الاسباب الرئيسيه لعدم تنظيم الجزائر للكان الحدث القاري. هذا الامر ربما صحيح، لانه خاصه بالنسبه لي مثلا الفنادق، لانه لاستئجار غرفه في الفنادق هنا في الدول المتطوره وحتى العربيه من بيته يقدر يستاجر غرفه. هذا ربما صحيح. مثال صحيح. بسيط، لكن انا متاكد انه فيه اسباب اخرى بالنسبه لهذا الكان. لكن ربما الجزائريين مازال ما يوضعوش ثقه في العالم الافتراضي. هي ثقافة يا لطفي، هي ثقافة إن صح التعبير، لأنه في الدول الغربية أيضا في بداية الأمر كانوا يتخوفوا لأنه فيه سرقات. لحد الآن فيه قرصنة للكونت تاع هذو المتعاملين، لكن فيه تطور ملحوظ بالنسبة لتأمين هذه المواقع الدفع. السبب الثاني اللي ذكره موقع وامدا هو أيضا تدعيم الشفافية في قطاع الضرائب، لأنه لما تؤخذ الضرائب عبر مواقع متخصصة حيكون فيه جرد، حيكون فيه سهولة أيضا بالنسبة للأمر.
والسبب الأخير اللي ضافه هو توفير مناصب شغل جديدة لهنا الجزائريين، لأنه أول شيء إذا كان فيه تسهيل بالنسبة للدفع بالإي بايمنت حيكون فيه استثمارات، جذب استثمارات عفوا خارجية، إضافة إلى التسهيل في قطاعات اقتصادية أخرى هنا في الجزائر. تفادوا طوابير ايضا خاصه سوء الاستقبال احيانا، حيكون حتى مثلا دفع، اظن انه مؤسسه الغاز والكهرباء هنا في الجزائر سهلت هذا الامر، يكون فيه الدفع عن طريق المواقع الانترنت، مانيش متاكد لكن اظن فيه تطور في هذا الامر. نروح الان لموضوع اخر ياسين، موقع العربي الجديد بعد ما نجحت الجزائر في ربما انجاح الحوار بين مالي والفرقاء في مالي، الآن في ليبيا فيه التطور أو فيه المبادرة للحل السياسي الآن إلى اليمن. في اليمن هو موضوع سياسي بحت، حيث في العربي الجديد نعرض أنه نقرأ أنه العرض الجزائري لاستضافة حوار بين أطراف الأزمة في اليمن، وفي حيثية الموضوع فقد كانت وزارة الخارجية قد عملت في مطلع الأسبوع الماضي على طرح مشروع أو مسودة لإيجاد حل سلمي للأزمة في اليمن بين الفرقاء، ولكن حسب دبلوماسي جزائري أعطى أهم بند في هذه المبادرة هو لازم يكون حوار مباشر، نذكر المقولة اللي قالها، مباشر بين الطرفين الأساسيين في الأزمة اليمنية، حكومة شرعية كما ذكر وأنصار وحركة أنصار الله اللي هم الحوثيين والمعارضين للحكم وحلفائها، وتقضي هذه المبادرة بأن يكون الحوار بين الأطراف الداخلية داخل اليمن ومشي خارج اليمن وتكون على أسس سلمية. لكن في تطورات هذا الموضوع ذكر صبيحة اليوم أنه الجزائر تنازلت أو تراجعت عن طرح هذه المبادرة نظرا لضغوطات ونظرا لعلاقاتها الفاترة مع دول الخليج خاصة السعودية. هنا كنا ذكرنا سابقا أنه طائرة إجلاء الرعاية الجزائريين في اليمن كان حدث مشكل بالنسبة للطيار، قال لك هي بالنسبة للسعوديين ما عطاوش ترخيص حتى تروح الجزائر، لكن الجانب الجزائري قالوا هي خلل تقني. هذا حسب كاتب المقال في الموقع، حسب كاتب المقال، لكن هنا يقول أن الجزائر تنازلت أو تراجعت لحد الآن عن تقديم مسودة أو مشروع لإيجاد حل سلمي في اليمن. الجزائر تراجعت ولكنها لا تتراجع وتشارك في المنتدى العالمي السابع للمياه. صحيح، وهنا يشيدون بالتجربة الجزائرية بالنسبة للمياه، وهذا شعار هذا العام، هذا المنتدى العالمي الماء لمستقبلنا، واللي استضافته كوريا الجنوبية. وحسب الموقع فإن مشاركة الجزائر تندرج في إطار عرض تجربة الجزائر في محاربة ندرة المياه والإنجازات التي حققتها في مجال تأمين الحصول على المياه الصالحة للشرب وكذا تحلية المياه وما إلى ذلك من تطهير عبر السدود، وهناك مواضيع مختلفة. نعم، هذا بالنسبة لهذا الموقع. نروحوا للصور اليوم ولا تغريدة؟ الصور اليوم عندنا اليوم رقم، اليوم ضفنا فقرة جديدة في بالنسبة لأخبار الناس. ألف مبروك. ألف مبروك، إن شاء الله التطور دائما. نتكلم عن التطور في مجال الإنترنت والتكنولوجيا ونحاول نواكب التطور. رقم اليوم هو 1.8 تريليون دولار، وهذا الرقم هو اللي صدرته حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، وهذا هو حجم الإنفاق العسكري العالمي لسنة 2014. وأضاف التقرير أنه كان في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية شهد تراجع طفيف في الإنفاق على الجانب العسكري، لكن في دول آسيا وإفريقيا حصل العكس وشهد تضاعف كبير بالنسبة للإنفاق. هنا كنا قد ذكرنا سابقا في تقرير آخر أن الجزائر في تقييم القوى العسكرية العالمية كانت في المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا من حيث العتاد العسكري. نعم، فقط لتذكير. هذا ربما يرجع لأسباب أمنية ياسين. صح، وخاصة الوضع الفارض نفسه بالنسبة للحدود الجزائرية. نعم. ننتقل إلى موضوع آخر أيضا بالنسبة اليوم، هي تغريدة اليوم، واليوم حبينا نسلط الضوء حول فتيات النيجيريات اللواتي تم اختطافهن اليوم. هي ذكرى، إن صح التعبير، ذكرى تعيسة لمرور سنة بالضبط عن اختطافهن من جماعة بوكو حرام الإرهابية، وأيضا سنة على مرور إطلاق هذا الهاشتاغ أو الوسم Bring back our girls، أو أحذروا أو عيدوا لنا بناتنا. هذا الهاشتاغ تم تداوله من كثير من الشخصيات والمشاهير على رأسهم كما شفنا السيدة الأولى ميشيل أوباما الأمريكية. وكان الرئيس النيجيري الجديد ياسين توعد بتحرير هذه الفتيات من قبل جماعة بوكو حرام، لكن لحد الآن حتى هذا الوسم هو الهدف منه هو وضع أو خلق
ضغط سياسي، ضغط سياسي لتحريرهم، لكن كان فيه هروب 50 فقط فتاة من بوكو حرام، وبقاو 200 فتاة أخرى مع بوكو حرام لحد اليوم. ننتقل لصور اليوم كالعادة. الصورة الأولى اليوم حبينا نسلطوا الضوء على فريدة سلال. فريدة سلال ربما كثير يعرفها أو ما يعرفهاش، هي عقيلة الوزير رئيس الوزير الأول عبد الملك سلال. عبد الملك سلال، هنا نعرف عبد الملك سلال وخرجاته في الإعلام، لكن ما عرفناش أنه فريدة سلال هي فنانة، وهي هنا مثلا اهتمت هي التي أنشأت مدرسة الإمزاد، جمعية الإمزاد ومدرسة تعليم الإمزاد أيضا. بالضبط، هذا في موقعها أو صفحتها على الفيسبوك، اللي هي من صفحة القلائل في الجزائر اللي الفيسبوك تعملها تشيكت فيها العلامة الزرقاء أنه هذا موقعها، وهذه لما يكون فيها متابعة كبيرة لأن عندها أكثر من 50,000 متابع. ننتقل إلى صفحة أخرى، وهذا آش أو كا حميد، هو مصور فوتوغرافي من وهران. هنا نشوف شوارع وأزقة مدينة وهران مثلا، تشبه قصبة إن صح التعبير. هنا مثلا وهران، نشوف الجانب الفني، صور جميلة جدا للجزائر. نذكر أيضا الوثائق اللي شفناها، نشوف أنه أيضا الجزائريين حابين، في عندنا مبدعين أكيد، الجزائر غنية بالمبدعين والمواهب. حتى نسلط الضوء أنه الجزائريين أيضا يبدعوا، مش فقط نشوف بلادنا من أعين أخرى. الصورة الثالثة اليوم حابين نسلط الضوء حول انطلاقة عاصمة الثقافة العربية هنا قسنطينة. وهذه الصورة صور خذيناها من الموقع الرسمي لقسنطينة عاصمة الثقافة، اللي انطلق أظن يومين من الآن الموقع الرسمي، لكن مع الأسف كثير من هذه الصور هي فقط مشاريع ولم تجسد لحد اليوم. قد صرف مليارات، 700 مليار تناولنا هذا الموضوع في أظن الأسبوع الماضي، لكن لحد الآن أنجز قليل فقط، تقريبا 10% من هذه المشاريع. ننتقل إلى فيديو اللي اخترناه وبحثوه هنا اليوم على موقعنا وصفحتنا على الفيسبوك. أنا فقط نشجع المشاهدين أن يبحثوا لنا فيديوهاتهم. هي مشروع لإعلامية جزائرية، خلينا نشوف الفيديو ونرجع. يلا. أنت تأتي مراسلة شروق نيوز، مشروع إعلامية مرموقة. حتى يدخل بعد الفاصل. جميل. ضمن نعملوها جينجل بالنسبة للشروق بورنينج بعد الفاصل تولي يدخل. أحسن جينجل. صحيح. فقط نشوف ونشجعوا هذه المواهب، ونشجعوا مشاهدينا يبحثوا لنا فيديوهاتهم الخاصة حتى هنا نتواصل ونسلط الضوء عليهم. نبقى في مجال المذيعات. مجال المذيعات ومجال الإعلام. والإعلام أيضا. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما هذه الإعلامية المسلمة، وهي من أصول ليبية، نور الهدى تاجوري، وهذه تعتبر من الأوائل اللي لبسنا الحجاب في الإعلام الأمريكي. هي هذه خديجة بن جنة في قناة الجزيرة. لكن هذه في الإعلام الأمريكي. هذه هي أمريكية. هي في 2012 هنا استضافتها أوبرا وينفري في قناتها أون تي في حتى تسلط الضوء عليها، لأنه في 2012 وضعت وسم أو هاشتاغ let nur shine أو اترك نور، اللي هي اسمها نور تلمع في مجال الإعلام، لأنه في الإعلام الأمريكي لحد اليوم ما كاش محجبات. هي لمعت في أول قناة أمريكية وطنية، هي في قناة إذاعة صح التعبير، وهي تطمح الآن حتى تكون في تلفزيون، وعملت واشتغلت في سي بي اس تي في، وهي قناة مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أيضا تتكلم أو تتحدث باسم المحجبات والمسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن تقول رسالتها أن الحجاب لا يشكل عائق بالنسبة للإعلاميات في كل مجالات. هي تدافع عن رسالتها. وهنا أيضا نشوف أنه في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 2015، لكن ما تذكرش أنه الجزائر فقط مع بداية القنوات الخاصة بدأت المذيعات يقدروا يدخلوا بحجابهم في باش نشوفوا أن المرأة المسلمة يمكن لها أن تحقق نجاحات. هي ما فيش فرق ما بين مرأة محجبة وغير محجبة، إذا عندها قدرة في الحجاب هو فقط جانب ثقافي أو ديني. الفارق ربما يكمن فقط في التفكير أو درجة التفكير. صحيح. صحيح. نروح الآن ياسين إلى موضوع آخر. هو كان هذا آخر فيديو بالنسبة لليوم، لكنك عملت تقرير حول الرجل لو حسان على الحدث هذه الأيام الفرنسي ألان غوبير، الرجل العنكبوت. الرجل العنكبوت اللي تسلق مباني كثيرة في العالم،
والان تسلق احدى المباني في دبي وهي هو مبنى برج ملتوي برج من ابراج الامارات وبرج كيان هو اطول برج ملتوي في العالم وكان هذا كاين هما اللي استضافوه حتى يعمل ان صح التعبير استعراض في هذا وهو كان بدون اي وسائل تثبيت او حتى وسائل امنيه كان فقط يمكن حط فيه دوكيمنت نقولوا هنا سكوتش في يدو طلع ويبلغ من العمر 52 عاما 52 عاما وتسلق البرج في غضون ساعه وربع اعتقد صحيح. نخليو ياسين ربما نشكروك على هذه المعلومات وهذا اللي قدمتها لعدد اليوم شكرا في عدد اخر ان شاء شكراً الله ياسين. يلا نروحوا نشوفوا هذا التقرير من اعداد ياسين مرابط والرجل العنكبوت يلا تفضل. بعد ما شفنا حمى المغامره والمجازفه راح ننتقل الى حمى الاضراب التي تقيس وانتقلت الى الجامعات بعد ما الكل اطمأن ربما لتسويه وديه هو موضوع الحدث لنهار اليوم بعد الفاصل تلقاكم نادي وضيف الحلقه تفضل. صباح الخير اهلا. صباح الخير لطفي. صباح الخير نديه. صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. كما قلت حمى الاضرابات انتقلت الى قطاع التعليم العالي حيث يوصل المجلس الوطني لاساتذه التعليم العالي والبحث العلمي شله للمؤسسات الجامعيه وكل الانشطه البيداغوجيه لليوم الثاني على التوالي ردا على ما وصفته قياده التنظيم تجاهل الوزاره الوصيه لمطالب الاساتذه العالقه وتراجعها عن مبدا الشراكه في مراجعه القانون الأساسية الخاص بالأستاذ الباحث. المجلس لوح بإمكانية الدخول في إضراب مفتوح في حال لم تستجب الوصاية تواصل الوصاية إصرارها على تجاهل المطالب المرفوعة. وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عبد الملك رحماني. مرحبا بك سيدي. شكرا. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. بداية سيد رحماني بعد أربع سنوات من الهدنة اللي تبناها تنظيمكم مع الوزارة الوصية قررتم العودة مجددا إلى خيار الإضراب. شكرا. القضية ماهيش هدنة ما رناش في حرب ولكن كان خيار استراتيجي خيار الحوار والشراكة. لماذا؟ لأنه هذا من يعني ما توصل إليه مؤتمر الكناس كمنهج من مناهج يعني العمل النقابي. خيار الإضراب هذا هو عنوان اللي نقدر نقول لي خيبة أمل للنقابة لأنه كان فيه أمل في مشروع راح يغير حالة الحالة المادية والمعنوية للأستاذ في الجامعة ويعطي أكثر قول أمل للأستاذ ولكن كانت خيبة أمل في اللقاء الأخير اللي جمعنا مع سيد الوزير يوم الثلاثاء الماضي حيث أن المشروع الأولي الذي قدمه الكناس والذي يعني مدة أسابيع وحنا تقابلنا مع الوزير ومع الوزارة كانت فيه خيبة أمل. لماذا؟ لأنه أفرغ هذا المشروع من يعني محتواه الحقيقي. فالمجلس الوطني قرر الدخول في إضراب لإعلان عن خيبة أمل مثل ما هو تقييمكم لليوم الأول من الإضراب؟ كيف كانت نسبة الاستجابة؟ استجابة هامة جدا أكثر من شيء. هذا نقول لكم فيه جامعات لو ما عندناش فروع الكناس اتصلوا بيا باش نعطي لهم الغطاء القانوني باش يدخلوا معنا في الإضراب. لماذا؟ لأنه الحالة يعني حالة التذمر حالة كبيرة جدا في الوسط الجامعي. لكن أستاذ الإضراب يعبر عن خيبة أمل أم تمسك بطلبات من أجل إعادة النظر في الطلبات؟ خيبة أمل. لماذا؟ لأنه كانت فيه تقريبا سنتين من العمل على مشروع قدمه الكناس للوزارة مشروع متكامل. المشروع هذا يأخذ بين الاعتبار المسار المهني للأستاذ. لماذا؟ لأنه من يعني منذ الاستقلال في المسار المهني للأستاذ مبني فقط ولا التقدم يعني التدرج في المسار المهني يعني مؤسس على البحث العلمي فقط ولكن المجهود البيداغوجي ما يدخلش ولا يحتسب في 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 عملية التدرج في الرطب يعني. وحنا تكلمنا لانه لماذا؟ لان اليوم الطالب والجامعه الجزائريه تعاني من الجانب البيداغوجي. اليوم الطلبه راهم يتهربوا من المدرجات والاساتذه حتى يتغيبوا فيه عدم الاخذ
بجدية يعني المجهود البيداغوجي. لماذا؟ لأن هذا المجهود البيداغوجي ولا العمل البيداغوجي لا يدخل في احتساب المسار المهني. نعم. فالأستاذ الجامعي يمكن له أن يبقى منذ مدة 30 سنة في نفس الرتبة إذا لم تكن له منشورات علمية. ترقية، نعم. يعني تنظيمكم رفض مشروع المشروع التنفيذي المتضمن مراجعة القانون الأساسي، ما هو سبب رفضكم لهذا المشروع وكيف راح يأثر هذا المشروع على الأستاذ الباحث خاصة؟ صراحة المشروع الأول اللي قدمناه كان متكامل. لماذا؟ لأنه يحتسب أولا العمل البيداغوجي المجهود البيداغوجي كآلية من آليات الترقية أولا. ثانيا كنا تكلمنا على زيادة في الأجور. نعم. ضمنيا في هذا المشروع ضمنيا كانت فيه زيادة في الأجور. لماذا؟ لأنه اليوم هذه مقترحاتكم سيد رحماني. يعني مقترحات الكنس، وإحنا اقترحنا أنه المجهود البيداغوجي يكون آلية من آليات الترقية وليس شرط من شروط الترقية، لأنه فيه اختلاف بين أن تكون البيداغوجية شرط من شروط الترقية أو تكون آلية من آليات الترقية، فيه فرق. نعم. لماذا؟ لأن الأستاذ يقول لك أنا ما يهمنيش أني نروح ندير الدرس يكون فيه الدرس محين، فيه معلومات جديدة، معلومات يعني محينة. يقول لك علاه؟ ما رانيش نخلص عليها، نروح للنهرب للمخبر تاعي، نروح ندير منشورة علمية وخلي الطلبة يروحوا. يعني مشروعكم ركز فقط على القضايا المادية وتجاهل القضايا البيداغوجية اللي شأنها متجاهلش. من مستوى الجامعة الجزائرية لم يتجاهل. لا أختنا ديان لم يتجاهل، بالعكس منذ 62 يعني غض البصر على بعض القضايا منذ 62 المرة الأولى وين النقابة يعني في التعليم العالي اقترحت مشروع وين المجهود البيداغوجي يحتسب، ولكن احنا ضمنيا دخلنا زيادات في الأجور. لماذا؟ لأنه منذ 2008 هو آخر يعني تاريخ لزيادات في التعليم العالي، وهذا غير معقول أنه مدة 7 سنوات والقدرة الشرائية تتدهور في البلاد والأستاذ الجامعي لم يتحصل على أي سنتيم. في القطاعات الأخرى تعليم في التربية ولا في الصحة كانت فيه زيادات، وهذا خلل في الوظيفة العمومي، وهذا الخلل جاء عندما بعض القطاعات مثل قطاعات التربية وقطاعات الصحة راجعت سلم الأجور الذي كان مؤسس على الشهادات. نعم. أصبح مؤسسا على الخبرة وعدد سنوات التجربة. نعم. لكن نادية يعني أين الإضراب؟ يعني في العاصمة. نعم. ما نشوفوش شلل، الإضراب هو شلل. ما كانش يعني استجابة محتشمة نوعا ما. سيد رحمن نقول لك لا، لأنه هل عندك نسبة يعني نسبة الإضراب على المستوى الوطني كانت نسبة عالية جدا تجاوزت 75%. الإشكالية في جامعات مثل جامعة الجزائر هو أنه فيه أساتذة متعاقدين كثير يعني يتخوفوا من دخول في إضراب على مناصبهم. نعم. هما ما عندهمش حق الإضراب، هما أستاذ متعاقدين ما عندهمش الحق في الإضراب، وهذا الظاهرة نشوفها في أغلب جامعات الجزائر وين عدد مثل بليدة ولا عدد الأساتذة المتعاقدين كبير جدا، في بعض الأحيان يصل إلى 50% من عدد الأساتذة الإجمالي يعني في جامعة ما. ربما هذا هو الشيء اللي يخلي الوزارة ما تلبيش طلباتكم. لا 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 لا، نقول لك صراحة الوزارة يعني الوزارة باش نقولها صراحة كان فيه مدة سنتين كان فيه تعامل، ولكن المرحلة الأخيرة يعني الأسبوع الماضي كنت في اللقاء مع السيد الوزير، هنا اللي شفنا أنه المشروع أفرغ من يعني كنت صرحت من هذا المنبر سيد رحماني وقلت أنه الوزير أمضى على بيان مشترك مع نقابتكم وخرجتم متفائلين من نتائج الاجتماع، وقلت أنه الوزير التمستم الجدية من طرف الوزير للاستجابة لمطالبكم. لماذا هذا التغير في التصريحات؟ لأنه أمضى على مبادئ، ولكن عندما نجي ونطبق المبادئ هذا، المشروع اللي تقدم به سيد الوزير أخيرا هو مشروع يلبي رغبات 2000 أستاذ فقط على 52,000 أستاذ. 2000 احنا رفضناه. لماذا؟ لأنه هذا المشروع هذا أولا ما راهش يثمن العمل البيداغوجي، ما راهش يثمنه، لأنه تثمين العمل البيداغوجي معناه أنه تزيد تخلص الأستاذ على المجهود البيداغوجي. وليس ما فيش بديل. اليوم الجامعة الجزائرية راهي في ذيل الترتيب، باش نحسنوا الترتيب تاعها لازم اليوم الاستاذ الجامعي لازم نعطيو له الامكانيات. ما ننساوش نقولها امام الراي العام يعني عبر الشروق، الاستاذ الجامعي في الثلاث سنوات الاولى تاعو عنده 46,000 دينار. 46,000 الناس راهم يشربوها قهوي هذو. واليوم كي نقول لك ان الحكومه
تقول لك في كل مره تقول لك الزيادات في الاجور خطر على الاقتصاد الوطني. يعني نقول العكس، الكناس يقول العكس، اليوم الخطر على الاقتصاد الجزائري هو 40 مليار دولار اللي صرح عليهم رئيس الحكومه اللي راهم خارج النظام البنكي، ولكن الزيادات الزيادات راهم يبقاو داخل النظام البنكي. سيد الرحماني، فيما تمثلت المطالب التي لا تزال عالقه؟ المطالب احنا نقولها نهائيا. اليوم نقولوا انه المسار المهني للاستاذ ولازم يدخل فيه التثمين العمل البيداغوجي، والعمل البيداغوجي ما يكونش كشرط كشروط ولكن كآليات للترقية، لأنه اليوم الجامعة الجزائرية بدون مساهمة الأستاذ رانا نشوفوا حالتها، حالة التدهور حتى على المستوى البيداغوجي. اليوم الطالب أصبح ما يقدرش يعني يتمكن من درس في القمة إلا من رحم ربه. ربه لماذا؟ لأنه اليوم الأستاذ ما راهوش محفز بأن يقوم بالعمل البيداغوجي. نعطيك مثال، الأستاذ الجزائري بعد 15 سنة 20 سنة ما يتقدمش يعني في البحث العلمي، لأنه احنا عندنا مشاكل في البحث العلمي، البحث العلمي في الجزائر غير منظم يعني، إلا في السنوات الأخيرة وين بدأت الأمور يعني تتطور شوية، ولكن البحث العلمي غير مطور، والأستاذ اللي ما يقدرش ينشر أبحاث راح يبقى في رتبة تاعو مدة 30 سنة وما يتطورش، والأمل يفقده، يفقد الأمل، حتى أنه ما فيش تحفيز أنه يحين دروس تاعو. هذه العملية، هذه فلسفة المشروع اللي قدمناه السيد الوزير، يعني غيبت تماما في المشروع اللي راح أعطاه لنا الوزير السيد الوزير باش يقدمه أمام رئاسة الحكومة. احنا قلنا لا، وهذه الأيام الثلاثة الإضراب عندنا مجلس وطني يوم السبت ان شاء الله راح نقيموا. نعم. ماهيش فقط الاضراب، لانه الاضراب الكناس على باله لانه اكيد يعني الاضراب. من غير الاضراب سيد رحماني، شنو هو السبيل للضغط على الوزاره الوصيه للاستجابه لمطالبكم، بما انه نسبه الاستجابه للاضراب كانت ضئيله نوعا ما؟ ليست ضئيله، لا، الجزائر واسعه. لكن في ولايه الغرب يعني ما كانش هناك شلل، يعني في شلل كبير، ما كانش شلل كبير. نقول لك صراحه الجامعه ما تشوف فيها الشلل، لانه الاساتذه المتعاقدين قلت لك يمثلوا في بعض الاحيان 50% من الذين يدرسون في جامعه ما ولا في يعني هل هنا الوزاره هل من خلال استغلال الاساتذه المتعاقدين؟ لا لا لا، هناك شلل، ماهوش استغلال. هذا الاستاذ المتعاقدين تعاقدوا في اول السنه، ولكن يوم الاحد، يوم الاثنين، بدينا يوم الثلاثاء البارح. نعم. أمس. يوم الثلاثاء يمكن أن الاساتذه المتعاقدين عندهم حصص في يوم الثلاثاء، دكور؟ نعم. ولكن عندما في جامعه ما تلقى 200 300 استاذ 400 استاذ في اضراب، هذا ماهوش استاذ، انا نقول على الاساتذه الدائمين، هذو ماهوش قضيه سهله. يعني كي يكونوا 400 استاذ على 600 ولا 700 استاذ في اضراب، هذه نسبة كبيرة جدا. لماذا؟ لأنه الكناس عنده متضامنين معاه، عنده المنخرطين معاه، ولكن فيه أساتذة ماهوش منخرطين تحت لواء الكناس، هذو كيقوموا بدروسهم يعني. ماهيش قضية ولكن منخرطين. شكون تقصد بالمتضامنين سيد رحماني؟ الأساتذة المتضامنين هما المنخرطين تاع الكناس، منخرطين. نعم. فيه منخرطين وفيه ناس ما مش منخرطين ولكن متضامنين مع الكناس. لي سيمباتيزون. نعم. يعني في حال استمرار الخلاف بينكم وبين الوزارة الوصية، هل سيكون هناك استمرار لإضراب هذا اللي دعيتوا ليه؟ المجلس الوطني حيقيم يوم السبت إن شاء الله، وحتكون، أنا نقول لك صراحة، اليوم السلطات العمومية لازم تتحمل مسؤوليتها أمام الواقع هذا. منذ 2008 آخر تاريخ للزيادات وظفت في الجامعة الجزائرية 25 ألف أستاذ. نعم. هو ما يعادل 50% من مجموع الهيئة التدريسية. 25 ألف هذو عمرهم ما عرفوا زيادة في الأجور، مدة 7 سنوات ما عرفوش زيادة في الأجور. طيب، بما أنه يعني المشكل يعتبر مشكل وطني يخص كل جامعات. نعم. الجزائر، ما فكروش الأساتذة متوزعين بالمناطق الداخلية ربما اللي فيها أساتذة دائمين أنهم يتوجهوا إلى العاصمة من أجل نقل صوتهم إلى الوزارة؟ احنا تعودنا أنه في القطاع التربية المعلمين الأساتذة يتوجهوا مباشرة إلى الهيئة الوصية، يقوموا باحتجاجات أمام هذا الأمر. هذا قلت لك المجلس الوطني قرر فيه، ولكن على المستوى الفلسفي، على المستوى يعني المبدئي الكناس عنده آليات تاعو في الإضراب، عنده الآليات تاعو. الإشكالية اليوم هو أن الحكومة لازم تعرف أن الكناس مدة سنتين يعمل على مشروع،
أعطى الاستقرار للجامعات. لماذا؟ لأنه هذه جامعة عمومية ملك للجميع. إحنا عمرنا ما قلنا أنه الجامعة راح نكسرها بالإضرابات. نعم. ولكن اليوم هذا النداء هو نداء للسلطات العمومية أنه اليوم الأستاذ الجامعي ما قدروش نلعبوا به. نعم. أستاذ الجامعي، يعني أنتم مشاكلكم يعني النقاط العالقة للأستاذ الجامعي هي مشكل الراتب ومشكل السكن. مشكل السكن أكثر، مشكل يعني نقول وسائل العمل، لأنه المسكن ظروف الأجر العمل. ظروف العمل. نعم. وسائل، حتى أنه المسكن اليوم هو وسيلة عمل، وسيلة عمل الأستاذ. عندما الأستاذ يروح الغردية وما يلقاش سكن، ولا يروح للواد ما يلقاش سكن، هذه قضية أنا نقول لك صراحة خطيرة جدا. لماذا؟ بأجر تاع 46 ألف دينار راح تكري ب 25 مئة، وما تقدرش، ما عندكش إمكانيات أنك تكون في استقرار. واليوم الأستاذ الجامعي ما هوش موظف عادي، هو أستاذ باحث، والأستاذ الباحث لازم يتفرغ، لأنه الوقت تاعو وقت غالي جدا. واليوم عندما الأستاذ يدير يعني يومين دراسة في المناطق النائية، وبعد يدخل للدار يعني إلى التل، يجي من الصحراء للتل، هذه أمور نقول صراحة. لكن وين يقدموا له مقر الإقامة؟ بما أنه الأساتذة الجامعيين معروف فيه أساتذة الجامعيين نساء راهم يحكموا دي زوتيل، فنادق باش يباتوا في المناطق الداخلية، الداخلية والجنوب. أنا نعرف لأنه اليوم في الهيئة التدريسية 60% أكثر من 60% هم نساء. واليوم انا صراحه انا نعرف استاذات يعني زميلات راهم في الفنادق، وهذا في المجتمع الجزائري قضيه يعني ماهيش سهله. ومشروع اللي قدمته الوزاره المصريه ما خداش بعين الاعتبار هذه المقترحات، لم ياخذ. انا قلت لك يعني افرغ من محتواه الفلسفي. الفلسفه ما هي؟ هو انه اليوم الاستاذ الجامعي يطالب اولا انه في المسار المهني تاعو يكون العمل البيداغوجي يدخل، لانه الطالب يستفاد. نعم. يستفاد والجامعه تستفاد، ولكن الاستاذ لازم يعني نعطيه له حقه ايضا باش يقوم بالعمل تاعو بكل إيجابية. اليوم احنا كي نتكلموا مع الوزارة، اسمحي لي الأخت نادية، كي نتكلموا مع الوزارة واش نقولوا لها؟ قولوا لها الكناس ساهم في استقرار الجامعة، ساهم في استقرار الجامعة، ولكن الانشغالات تاعو من خلال ماذا سيد رحمن؟ من خلال عمل مدة سنتين على مشروع. تقريبا عندنا أكثر من 8 أشهر أعطينا المشروع للوزارة، وقمنا بلقائين مع السيد الوزير، وتقريبا 3 لقاءات في إطار اللجنة المختلطة، ولكن النتائج النهائية هي نتائج مخيبة جدا. لماذا؟ لأنه اليوم ما خرجناش من 7 سنوات ما فيش زيادة في الأجور، هذا غير ممكن. نقول لكم صراحة ويضع الحل هنا سيدة رحماني، هل فكرت في مراسلة الوزير الأول لربما هو ليفصل نهائيا في مطالبكم بإصدار مرسوم تنفيذي مباشر لتفادي تبعية الإضراب؟ هذا يعني راح يهدد الاستقرار القطاع سيد. أثناء الإضراب اتصل بي سيد الوزير، كان فيه اتصالات، وراه في سيد الوزير راه متفتح، ولكن راح نشوفوا الاقتراحات الجديدة. المجلس الوطني راح يقيم هذه الاقتراحات، وحنا نقول لهم اليوم الاستقرار على بالكم باللي في قضية السكن فقط. نعم. منذ 2007 مشروع رئيس الجمهورية لم يرى إلا 18% من الإنجاز. هذا يعني عيب أنه يتكلموا على برنامج رئيس الجمهورية في 10,000 سكن منذ 2007 إلى يومنا هذا. هذا استهزاء، هذا استهزاء بالأساتذة. واليوم يقولوا لنا هل راهم مستعدين أنهم يأخذوا؟ إحنا السؤال الوحيد اللي نطرحه على السيد الوزير، ولا نطرحه على رئيس الحكومة، سيد رئيس الحكومة، قولهم هل السلطات العمومية هي مستعدة لأخذ من الاعتبار مطالب الأساتذة، وهي ماهيش مطالب استثنائية ولا مطالب تعجيزية؟ لا، السيد رئيس الجمهورية عطانا 10,000 سكن، لماذا منذ 2007 ثمان سنوات ما فيش زيادة في الأجور، وما فيش سكنات إلا 1300 سكن على مجموع 11,000 سكن؟ هذا من أنا نقول السؤال الواحد اللي يطرحوه الأساتذة اليوم، واللي راهم منزعجين منه، الوصاية والسلطات العمومية استهزأت بالأساتذة ولم تأخذ بعين الاعتبار المشاكل. لماذا؟ لأنه منذ تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات وإحنا نتكلم على مشاكل السكنات، نتكلم على مشاكل لأنه مشاكل العمل أيضا، لأنه قضايا التسيير في الجامعة الجزائرية راهي أصبحت ضغط كبير على الأساتذة، فيه ناس مفسدين في الجامعات. نعم. لازم يخلصوا. سيد رحماني، أنتم يوم السبت المقبل عندكم مجلس وطني،
يعني ممكن هناك راح يكون هناك تصعيد والدخول في إضراب مفتوح العمل؟ يمكن يمكن من الممكن. ما مصير الامتحانات من ذلك خاصة ونحن مع نهاية السنة الجامعية؟ ما يكون مصير الامتحانات، حنا ما راناش كما يقول لك ما راناش هنا باش نكسروا الجامعة الجزائرية، ولكن رانا هنا وسي باش ندافعوا على حقوقنا، يعني حقوق الأستاذ. الأستاذ بدون كرامة ما يقدرش يعمل. نعم. ما هو مصير الأستاذ بدون كرامة؟ على بالك وشنو راح يخرج؟ يخرج من الجامعة يعمل في استشارات يعني كخبير، يعمل في مكاتب دراسات ويهجر الجامعة الجزائرية. الأستاذ بدون كرامة هو أستاذ بدون سكن وأستاذ بدون أجر لائق. وإحنا ما راناش شو ما راناش الحكومة تتكلم على تضخم في حالة زيادة أجور. نعم. احنا نقول لهم مدة على مواصلة الإضراب سيد رحماني. نعم. هل تعتقد أنه قد تصل الأمور إلى سنة جامعية بيضاء؟ لا 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 لا، نقول لك صراحة يعني في حال دخلتوا في إضراب مفتوح، في حالة نتحملوا مسؤوليتنا، في حالة بيان جور، لأنه اليوم أستاذ بدون كرامة، الأستاذ ولا ما يقدرش يخدم في الجامعة تاعو. الضغوط من طرف الإدارة، الضغوط من طرف الطلبة، الضغوط من طرف الحياة اليومية المعيشية، فأين المصير؟ كما قال لك طارق بن زياد، البحر أمامكم والعدو وراءكم. نعم. طيب سيد رحماني، أنتم يعني هناك من يتهمكم بأنكم ما قمتوش بدوركم النقابي كما على أكمل وجه طيلة السنوات اللي أنتم تمثلوا فيها النقابة، وهذا الشيء اللي دفع بعض النقابيين إلى الانشقاق على مجلسكم وتأسيس نقابة تسمى جديدة في القطاع تسمى نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين. لماذا هذه الانقسامات اللي ما راهيش حتخدم يعني تنظيمكم سيد رحمن؟ لا لا لا، لو كونترير، احنا نرحبوا بأي نقابة، المشكل ماهوش مطروح. احنا ديمقراطيين وحنا ندافعوا على الديمقراطية. نعم. التعددية النقابية، ولكن هذه الناس نسحبوا من الكنس منذ 2006 وداروا نقابتهم، احنا نحترموهم، المشكل ماهوش هنا، ولكن الاتهامات سهلة، ما فيش بلد سهلة الاتهامات كما الجزائر. وكاين هناك نضال مشترك ولا كاين اختلاف بيناتكم؟ اضرابكم هذا صندوقكم فيه اختلاف تام، صندوقكم في الاضراب اللي دعيتم ليه اختلاف تام، لانه احنا ما رناش سياسيين، احنا ما نديروش سياسه بالنقابه، احنا ما نديروش سياسه، احنا نرفضوا انه نديروا النقابه نخلطوها بالعمل السياسي، رفضناه. هذا ما كان، هذا هو الاختلاف الوحيد بيناتنا. لكن الا ترى انه هذا الانشقاق ما راحش يخدم مصلحتكم انتم ولا مصلحه منخرطيكم في 2006، وراح يخلي يعني يخليكم هذه المجموعه انشقت في 2006، عندها تسع سنوات باليوم. نعم. دونك انا الخطر هو انه نغلق ابواب الحوار، عندما نغلق ابواب الحوار ولا عندما نفتحها بصفة يعني كلمة أخيرة فقط سيد كلمة أحلاني. أخيرة أن نقول سلطة العمومية، الأستاذ الجامعاوي يقول لكم يقول أنه هل الحكومة مستعدة أنها تلبي طلبات الأساتذة حتى على نعطيه لهم يعني وقت. المشكل هو أنه الوزير يقول فقط أني نتعهد بهذا يعني 8 سنوات لإنجاز 1300 سكن. عيب. نعم. عيب. إن شاء الله سيدة رحماني كل مطالبكم تلقى طريقها إلى الحل. نعود الآن إلى سوسن ولطفي. شكرا لك لضيف الحلقة. ربي يحفظك. لازال مستمرين مشاهدينا، بعد الفاصل راح نتعرفوا على مشاركة وزارة الشؤون الدينية في فعالية قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، والباقي من المواضيع الثقافية توافينا بها نوال بوسبولة كمحطة أخيرة. إذن ما تروحوش بعيد، فاصل وراجعين. من جديد وما نزال مستمرين معكم عبر محطات مختلفة. كما ذكر لطفي قبل قليل، ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق تظاهرة عاصمة الثقافة العربية بمدينة الجسور المعلقة قسنطينة، وفي إطار المشاركة الفعالة لإنجاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لسنة 2015، وزارة الشؤون الدينية سطرت برنامج خاص بهذا التظاهرة بمشاركة وطنية ودولية، نتعرف عليها مع ضيف الحلقة بعد الفاصل. وينضم إلينا على المباشر السيد بومدين بوزيد مدير الثقافة الإسلامية. صباح الخير. صباح الخير. مرحبا بك. أهلا بك. إذن بداية دعنا نتعرف على مشاركة وزارة الشؤون الدينية في هذه الفعالية العربية.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الحقيقة قدمت برنامجا منذ سنة إلى الوزارة الأولى والحكومة، وهو برنامج نسميه نحن برنامج اللامادي، أي برنامج يتعلق بمحاور أساسية هي الملتقيات العلمية أو الندوات وطباعة الكتب وما سميناه الحواضر العلمية في قسنطينة، أي ما يسمى بالأسابيع الثقافية، وهي انتقال حواضر جزائرية تاريخية لعرض تاريخها ولعرض مخطوطاتها وأيضا محاضرات حول تاريخ علمائها بقسنطينة، طبعا إلى جانب بعض الأنشطة الأخرى مثل بعض المعارض المخطوطات، مثل أيضا مسابقات حول الخط أو مسابقة في الفنون تتعلق بالخط وكتابة مصحف الشريف. هذه مجمل النشاطات، كما أننا سننقل بعض نشاطات العاصمة التي تنظمها الوزارة إلى قسنطينة، مثل مسابقة القرآن الكريم التي تجرى في رمضان إلى آخره. وبرنامجنا في الحقيقة هو استمرار للروح التي شاركنا بها في 2011 في تلمسان عاصمة الثقافة العربية، وفي 2012 في إطار الذكرى 50 للاستقلال. نفهم من ذلك أن المواضيع التي ستعالج من خلال الندوات الفكرية الثقافية والمحاضرات ستخص فقط تاريخ وثقافة قسنطينة أم ستخص الجزائر بمجملها؟ نحن في الحقيقة عندما وضعنا البرنامج نظرنا إلى قسنطينة في بعدها التاريخي وليس الولائي الجغرافي، بمعنى أن قسنطينة هي الشرق الجزائري بالخصوص امتدادها إلى بجاية، هذا الجانب الحضاري أخذنا بالاعتبار، وهو أن مناسبة القدرات الجزائرية في مجال العلم الديني بالخصوص وفي مجال أيضا الوسطية والاعتدال التي تميزت بها الثقافة الجزائرية أو تاريخ التدين في الجزائر، أخذنا بجانب اعتباري ثاني وهو أن كون الإسلام في الحقيقة هو الذي حمل العربية إلى الجزائر، وهذا مسألة مهمة جدا، أننا نحن في المغرب وفي شمال إفريقيا استقبلنا العربية والثقافة العربية كالإسلام هو الذي يحضنها، وهذه العلاقة التاريخية ركزنا عليها في طبيعة المواضيع التي حددناها وفي طبيعة أيضا الكتب التي ستصدر. إذا الانتماء الحضاري للعربية كحضارة كلغة وليست كعرق هي التي حماها الإسلام، وهي التي أيضا حمت الإسلام بكون أن الثقافة الأمازيغية استطاعت أن تكون ثقافة استقبالية، فهي استقبلت الإسلام، أي استقبلت القيم التي تدعو إلى الحرية وتدعو إلى العدالة وتدعو إلى المحبة والصدق، لأن هذا من طبيعة الثقافة الأمازيغية، واندمجت وتصاهرت مع اللغة العربية ومع الثقافة العربية كثقافة مضمنة لهذه القيم الدينية. هذه المسألة محلولة بالنسبة لنا في الوزارة كباحثين وكإطارات الوزارة، ومن هنا جزء من البرنامج يركز على هذه المسائل، نعود التفكير إلى ملك بن نبي، ما هو التجديد الحضاري الذي جاء به ملك بن نبي سيكون حاضرا في قسنطينة. يا سيدي مواضيع متعددة ومتنوعة سطرت من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، منها كما ذكرت مالك بن نبي بن بديس في الثقافة العربية الإسلامية، الدين والسياسة والممارسة السياسية، الإعلام الديني، إلى ما ذلك من مواضيع مختلفة. على أي أساس تم اختيار وتسطير هذه المواضيع؟ طبعا احنا نفتتح قسنطينة كتظاهرة بموضوع مهم جدا، وهو ماذا كتب العرب عن ابن بديس، لأنه يهمنا ماذا قدموا لنا العرب، هذا شيء مهم جدا، ويبتدئ في يوم الجمعة، ويكون بمناسبة افتتاح مسجد ابن بديس بوهران، لأن هذا التدشين هو تدشين تاريخي لمسجد من الأقطاب المساجد الكبرى في الجزائر، وعملنا بإسقاط الفيديو كونفرنس بين وهران وبين قسنطينة، لكن الفعاليات تجري في قسنطينة في الأساس. المواضيع الأخرى التي رتبناها هي مواضيع تتعلق بالقضايا العصرية، الإعلام الديني إشكال اليوم مطروح، هل هناك ينبغي أن تكون ضوابط للإعلام الديني، كيف أن مثلا الوسائل الآن أصبحت غير آمنة في الفتوى، غير آمنة في الرأي الديني، لأن الوسائل الاتصال الجديدة تلعب دور أيضا في التشويش على الفكر المعتدل، على الفكر الوسطي، بعض الوسائل الاتصال تؤدي إلى العنف، إلى التطرف، إلى الإرهاب، إلى تشويه مرجعيتنا وإلى التشكيك في مرجعيتنا وخصوصيتنا الثقافية والدينية في الجزائر. طبعا نحن لاحظنا هذا الجانب وركزنا على ما يفيد الجمهور العام.
لأن الجمهور العام الذي يتابع نشاط وزارة الشؤون الدينية هو طبعا جمهور الأئمة بالأساس إلى جانب المواطنين والشباب، ولذلك نقلنا بعض الملتقيات إلى المدن المجاورة عنابة، قلمة، ميلا، بتبسة، ستستفيد أيضا من هذه النشاطات التي تقومها الوزارة. نعم. كذلك عفوا فقط لطفي، مشاركات دولية على غرار المشاركات الوطنية في هذا التظاهر. نعم. فيما يخص نشاطات ثقافية دينية. نعم. حدثنا عن هذا المشاركات الدولية في هذا الملتقيات. طبعا المشاركات الدولية طبعا مثلا ابن باديس الملتقى الأول في الجمعة هذه بداية 17 أفريل جئنا بباحثين عرب قدموا أطروحات حول ابن باديس أو حول الحركة الإصلاحية، وكل مؤتمر حضرنا مفكرين سواء من العالم العربي أو حتى من العالم الغربي، لأن هناك مثقفون عرب موجودون في 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 أوروبا. طبعا إذن هنا المشاركة الأجنبية ستكون قوية، وسننقل بعض الضيوف الذين يأتون من خارج الجزائر إلى ولايات تمراس مثلا إلى بشار، سنمكنهم من الانتقال إلى مدن الخصوص الجنوب الجزائري للقيام ببعض المحاضرات في مؤسساتنا التي هي المراكز الثقافية الإسلامية وفي مساجدنا أو في مؤسسات وزارة الثقافة، لأن هناك تعاون أيضا بيننا وبين وزارة الثقافة في بعض الملتقيات نجريها مشتركة، مثلا ملتقى الزوايا أو ملتقى الاجتهاد سيكون مع وزارة الثقافة. بالحديث عن المساجد والمساجد والزوايا أيضا، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هي الهيئة الوصية على كل ما هو مساجد، على كل ما هو ربما فضاء من أجل تلقين العلم الإسلامي السليم الصحيح. ذكرت منذ قليل برنامج فيه العديد من المواضيع، فيه العديد من المحاضرات والندوات العلمية اللامادية. هل سيتم توظيف الجانب المادي خلال كل ما ستقوم من خلاله بفعاليات وأنشطة داخل ولاية قسنطينة؟ نعم، نحن سنعتمد على الهياكل التالية، إما القاعات الجامعة أو مع جامعات قسنطينة، نجري فعالية الجامعة في حرم الجامعة ليستفيد الطلبة، إلى جانب الهياكل التي نستعين بها من طرف وزارة الثقافة، ولنا أيضا هياكلنا الأساسية وهي بيوت الله، لأن بعض خصوصية بعض الشخصيات المدعوة كشخصيات علماء وفقهاء يتوجهون إلى المساجد لإلقاء محاضرات سواء بعد صلاة العصر أو بين المغرب والعشاء، وخطب الجمعة أيضا. نعم، وخطب الجمعة يكون فيه تكييف وفقا للفعالية. نعم، فيه تكييف كون أن الأئمة سيتحدثون عن، بالمناسبة سنبرمج تعاون مع الأئمة ليتحدثوا عن الشخصيات العلمية في قسنطينة. نحن لحد الآن مثلا لا نعرف مثلا عائلة الفقون، العائلة التي اشتهرت بالعلم والقضاء، وبالمناسبة الوزارة ستطبع حوالي 4 أجزاء خاصة بهذه الشخصية، يعني شخصية عائلة الفقون، عائلة ابن باديس، ليس ابن باديس كشخص ولكن أبوه كان ينتمي للطريقة الرحمانية، وكان الأسرة كلها أسرة عالمة، وكيف بنت الدولة الصنهاجية لأن الجد الأول جاء من نواحي بجاية. هذه العلاقة نحن نحاول أن نركز عليها في كون أن الأسر العلمية القسنطينية هي أسر علمية وأسر حضارية، وبالتالي سيتحدث العلماء والأئمة في المساجد ويتحدث المحاضرون عن هذا الجانب، عن جانب الإبداع وتأثير قسنطينة مثل ما أثرت تلمسان وتوات ومزونة وغيرها تأثيرها على العالم العربي. نحن يهمنا الآن الهاجس في الوزارة كهاجس، لأن طبيعة الوزارة أغلب إطارات الوزارة هم دكاترة أساسا في الجامعة، الهاجس الذي يهمنا في الوزارة هو كيف أننا نبين للشباب أن الجزائر هي تاريخ حواضر أثرت على فاس وأثرت على القيروان وأثرت على الشام وعلى القاهرة. هذا مهم جدا للشباب كون يدرك أن أجداده كان لهم تأثير على الثقافة العربية. هذا إبراز القدرة، تأثيرنا على الثقافة العربية تاريخيا وتأثرنا ببعض المثقفين العربي، أي لم نكن مستقبلين نحن في الجزائر والمغرب العربي، كنا مؤثرين على حواضر أخرى في العالم الإسلامي وفي الأندلس وفي غيرها. هذا مهم جدا للشباب حتى تعود له ثقته في مراجعه، ثقته في علمائه، ثقته في تاريخه. بالنسبة لي كما هناك قلنا أنه ساعات قليلة فقط تفصلنا عن انطلاق التظاهرة، أشهر قليلة فقط تفصلنا عن دخول شهر رمضان الفضيل، هل فيه من برنامج مسطر بخصوص هذا الشهر الفضيل؟ طبعا نحن عندنا رمضان هو
بالاساس رمضان يكون عنده خصوصيه خصوصيته سواء اكثر نشاط ايضا نعم صحيح. اكثر نشاط خصوصا سواء فيما يتعلق بقراءه القران او فيما يتعلق بندوات حول القران الكريم زائد المسابقه الدوليه للقران الكريم المعروفه بها الوزاره والتي الان لاقت نجاح عالمي من حيث الاقبال ومن حيث عدد المشاركين ولكن خصيصا هذا رمضان ربما ننظم بعض الندوات المتعلقة بطبيعة رمضان بعض يمكن تنظيم أيضا ما يسمى بالسماع الديني في التصوف وغيرها في قسنطينة أو بعض الولايات المجاورة بالنسبة للجمهور المستهدف من خلال كل هذه الندوات كل هذه المحاضرات التي ستقدم على مدار سنة من الفعالية نعم الجمهور المستهدف الجمهور المستهدف نحن عندنا الجمهور المستهدف هو كون أن الأئمة وهو الجمهور الأساسي حينما يحضر فهو إضافة له في تكوينه الجمهور الثاني هو جمهور الشباب لأننا بدون حضور هؤلاء الشباب لا يمكن أن نتقدم وبالتالي نحن لا نقول للشباب تعالوا إلى المسجد نحن أحيانا نذهب إليهم سواء في دور الثقافة أو في بعض النشاطات في بعض الأحياء نتحول إلى هؤلاء الشباب وبالتالي هذا المسألة حضور الشباب في ملتقياتنا في ولاية أخرى سواء في عين الدفلة أو في غليزان أو في بسكرة أو في وهران انتقال اهتمامنا أساسي جدا لأن الخطر الذي يأتي إلى الشباب هو خطر الانحراف ليس على مستوى السلوك مثل المخدرات وغيرها ولكن الانحراف الفكري صحيح ولذلك نحتاج إلى أمن إذا الأمن ليس على مستوى المحيط الاجتماعي أو على مستوى السلوك ولكن الأمن على مستوى الأفكار الأمن على مستوى التفكير نحن لا نريد أن نحجر على أفكار الجزائريين ولكن نقول لهم تعالوا إلى ما ورثناه من سلفنا من وسطية ومن اعتدال وأن تكون المصادر الآمنة في الفتوى وفي الرأي الديني وأن تكون مصادركم هي الآمنة من مشايخ الذين هم يتقلدون العلم ومن مشايخ الذين درسوا بالسند العالي في المعرفة إلى آخره بالنسبة للدول المتقدمة تعتمد اعتمادا كبيرا على الجانب الديني من أجل ربما استقطاب أكبر عدد من الشباب من أجل إعادة تسييرهم ربما في طريق الصواب من أجل التنمية ومن أجل تطوير البلد بالنسبة للجزائر الكل يربط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالمناسبات الدينية فقط كيف يمكن للوزارة أو هل يمكن أن نقول أن هذه الفعالية كعاصمة ثقافة عربية على مدار سنة من الزمن ومشاركة الوزارة من خلال كل ما هو أنشطة ثقافية إسلامية سيعطي بحث جديد ونفس جديد إلى الوزارة من أجل أداء دورها المثالي؟ هو للأسف دعني أقول لك للأسف التغطية الإعلامية ليست كافية لنشاط وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أعطي مثال هنا منذ أيام أقمنا ملتقى في سيدي عقبة عنوانه الجزائر والحواضر العالمية نعم. أتينا أغلب الذين حضروا أغلبهم من إفريقيا يمثلون الطرق التي تتحكم في الوعي الديني الإفريقي سواء التيجانية أو الطريقة الرحمانية من السنغال من موريتانيا من الساحل الإفريقي يعني القضية استراتيجية ولكن من يتابع هذه القضية معك؟ هل تتابعها مؤسسات الإعلام؟ بعض مؤسسات الدولة هل تدرك هذه المسألة وبعدها الإفريقي؟ لأننا نحن ضيعنا الساحل الإفريقي على المستوى الثقافي على المستوى الفكري طومبوكتو وغاو هي في الأساس تراث جزائري لأن جزء من المخطوطات لدينا موجودة في غاو وموجودة في طومبوكتو امتدادنا في السنغال امتدادنا في افريقيا نعم كبير وكبير يعني هذا مثال الملتقى الملكي نعم. الذي يعقد في عين الدفله ملتقى الاجتهاد في الصيف هذه ملتقيات اساسيه للتفكير وللمتابعه سواء من طرف الشباب ومن طرف النخب والمتابعه للموضوع ستظل مستمره والمتابعه لكل ما ستقدمون من انشطه سنغوص في الحديث فيها ونفصل اكثر لكن بعد ما نروح الى قسم الاخبار راح يعطونا ابرز العناوين مع ريما يلا تفضلوا نعود إلى البلاتو لنقف عند أهم النشاطات التي صدرتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمناسبة تدهور العاصمة الثقافة العربية قسنطينة أهلا بك مجددا أهلا سيدي مساء. من بين أنواع النشاطات اللي صدرتها الوزارة هي معارض كتب ومخطوطات والجزائر أكيد غنية بالعديد من المخطوطات والكتب هل فيه من ميزانية بما أنه هناك ميزانية 700 مليار سنتيم خصصت لهذه التظاهرة هل خصصت ميزانية معينة لهذا الغرض لإعادة نشر هذه المخطوطات والتعريف بها؟ هو في الحقيقة ميزانية الوزارة ضئيلة جدا يعني أعطيت لنا ميزانية خارج ميزانية التظاهرة ميزانية تتعلق بالنشاط اللامادي
ولكن نحاول قدر الإمكان بهذه الميزانية القليلة جدا أننا ننجح في هذه العملية مثل ما كنا في تلمسان 2011. فيما يتعلق بالمخطوط، المخطوط في الحقيقة يتطلب جهد التحقيق، جهد الدراسة، فأعطينا جانب كبير لطباعة هذا المخطوط، فسنحقق مخطوطات ذات أهمية علمية، ليس تحقيق المخطوط من أجل المخطوط أو طبع الكتاب من أجل طبع الكتاب. نحن كنا صارمين في عملية طبع الكتاب، بمعنى أننا لا نطبع كتاب طبع سابقا، لا نطبع كتاب لخارج جزائري، اللهم إلا إذا كان هذا خارج الجزائر يخدم الثقافة الجزائرية، لأن طبيعة الكتاب الديني حساسة جدا. وأيضا نحن كوزارة لسنا معنيين في أساس طباعة الكتاب، نحن أساس نطبع المصحف الشريف، ولكن منذ سنوات بدأنا نطبع الكتاب لأهميته وضرورته في المسجد وفي المراكز الثقافية، ولكون أيضا مجابهة التطرف الفكري والتعريف بالدين الإسلامي والتعريف بعلماء الجزائر بالخصوص، لأننا أحيانا عندما نذهب إلى المكتبات الدينية أو إلى معارض الكتاب الديني ربما لا نجد إلا 1% من علماء الجزائر، ولكن في السنوات الأخيرة سواء بفضل وزارة الثقافة أو بفضل مؤسسات الدولة المعنية بنشر الكتاب بدأنا نطبع كتب جزائرية. بالنسبة للكتاب الجزائريين، العلماء الجزائريين، معروف عنهم النزعة الصوفية أكثر، التصوف عنده ارتباط كبير بالزوايا، ارتباط كبير أيضا بكل ما هو محيط جغرافي عمراني، عنده خصوصية. كيف لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تبرز هذه الخصوصية كي تتماشى والفعالية العربية التي تستقطب العديد من الجنسيات؟ هو في الحقيقة بالنسبة للتصوف أعتذر هو يسلمك صح. هو بالنسبة للتصوف نحن نركز الآن على التراث السليم في التصوف، مثلا كتب عبد الرحمن الثعالبي أو الشيخ زروق أو الشيخ أحمد بن يوسف الملياني أو الشيخ سيدي محمد الجرجري. هذه النصوص في الحقيقة هي نصوص في تزكية الفرد، في التربية. طبيعة الحال نحن لسنا وزارة تتبنى كل ما جاء في تاريخ التصوف، لكن نحن وزارة تمثل هذا التنوع الموجود في الجزائر، هذا التنوع الثقافي، ولذلك نحن حينما نحتفل بابن باديس ونكتب عن ابن باديس أو ننشر عن ابن باديس والإصلاح الديني، في نفس الوقت أن من مكونات تفكير لابن باديس هي الطريقة الرحمانية. أب ابن باديس كان رحمانيا، الزاوية الحملاوية في قسنطينة. هذا العلاقة بين تصوف حقيقي، تصوف للتربية، تصوف لرفع قيمة العلم القائم على العلم، وبين حركة إصلاحية وطنية، هو الذي نسعى إلى تجسيده عبر هذا التفاعل. ولذلك ابن باديس حينما زار كثير من المتصوفة مدحهم ومدحوه ودخل معهم في نقاش، بل بعض الزوايا قدمت مساعدات مالية لهذه الجمعية. إذن النقاش الغير سليم في الثقافة الجزائرية في منذ 62 إلى اليوم يحتاج إلى إعادة ترميم مع الذاكرة، يحتاج إلى إعادة تصحيح. ولذلك الآن مثلا عندما نتحدث عن الحداد، الشيخ الحداد هو مقاوم وحكم عليه في قسنطينة، ثم نقلت رفاته من قسنطينة فيما بعد إلى صدوق ببجاية، لكن الحداد هذا هو مصلح في التصوف، كتب كتب في التصوف، وعاد إلى عبد الرحمن الثعالبي، عاد إلى سيدي يحيى العدلي المعروف الزاوية بالمقاومة. هذا الربط بين التصوف كوطنية وكمقاومة وكحرية والتصوف كسلوك وكعلم مهم جدا. ولذلك الذين يدعون إلى تصوف بكل ما يحمله خاطئين، والذين هم ضد التصوف يسمونهم قبوريين أو غير ذلك من الأوصاف، أيضا يجهلون التصوف الحقيقي الجزائري، يجهلون هذا التاريخ للتصوف الذي أطر المقاومة في القرن 19 وقبلها أطر الرباطات في السواحل الجزائرية لرد العدوان الإسباني والبرتغالي. جيد. طيب، هل في إعادة ربما نظر أو تعريف بزوايا الجزائر؟ معروف أن الجزائر غنية جدا بزوايا في مختلف ربوع الوطن، للتعريف ربما بالتصوف أكثر وبطريقة صحيحة، خاصة أنه فيه مشاركات أجنبية ودولية كثيرة.
الآن مثلا عندما نعود إلى ملتقى الذي سينظم أو بعض الكتب التي سنطبعها حول الزوايا والهوية في الجزائر الذي سينظم طبعا بالتعاون مع وزارة الثقافة، هذا الملتقى يركز أساسا على هذا الامتداد للزوايا في البلدان العربية والبلدان الإسلامية، بمعنى أن التأطير الصوفي الروحاني للجزائريين هو من أجل الاعتدال، من أجل أيضا التسامح، وهذه هي القيم الأساسية. فأعتقد أن هذا التنوع الموجود في الجزائر مهم جدا أن يكون هو إثراء، يعني أن نطبع تفسير الشيخ كعباش الذي ختم تفسيره مؤخرا بالروح تاريخ الإباضية، تاريخ حملة العلم في الجزائر، هذا مهم جدا، هو إضافة للمالكية والمالكية إضافة للإباضية. حينما نجد هذا التنوع في بعض تفكير العلماء الجزائريين، مثلا عندما أعطي هنا مثال بين الشيخ السنوسي ابن علي السنوسي صاحب الحركة السنوسية والتي عائلته وأحفاده حاربوا في ليبيا ضد الإيطاليين، كانت سنيته كانت تصوفه سلفيا، كان سنيا كثيرا، واختلف مع الطرق الأخرى، اختلف مع التيجانية واختلف مع القادرية. هذا التنوع مهم جدا في فضاء كونه تأويل وكونه فهم وكونه ثقافة تطورت مع أجدادنا، لا تمس بالنص الأصلي، لا تمس بالقرآن الكريم ولا تمس بالسنة، ولكن هي ثقافات، هي تطبيقات، هي أيضا معاناة إنسانية في فترة معينة عبر عنها التصوف، ولذلك كانت الزاوية صحيح. لكن نعم، كي أركز على هذه النقطة بالذات، لكنها كلها ربما اعتقادات، أو لا نقول اعتقادات لأنها مسلم بها الآن. الأمير عبد القادر والدولة الحديثة صار يضرب بها المثل، العديد صحيح من الدول الحديثة الآن صارت تستعمله كمنهاج. المنهاج الذي اخترتموه كبرنامج هو بحوزة الآن، مسطر في العديد من المناطق، أظن ولاية قسنطينة الجزائر العاصمة مستغانة سيدي بلعباس، نعم، كلها ولايات ستحتضن العديد من الندوات الفكرية. أظن تحتضن بعض الولايات، أعطينا لبعض الولايات، وهذه يعني طبعا فيه توصية من خرجتوا من إطار، نعم، الجغرافي، خرجنا من إطار الجغرافي القسنطينة، ولكن نحن عملنا بشكل طريقة بحيث أننا مثلا نعقد ملتقى في الجزائر العاصمة، نعم، ثم ننقل جزء من الفعاليات ومن الضيوف إلى قسنطينة. فنحن نمكن الضيوف خصوصا الأجانب من الانتقال من ولاية إلى ولاية، وليستفيد الولايات سواء القريبة من قسنطينة أو البعيدة عنها. حتى هنا أدرجنا مثلا الملتقى السنوي لسيدي عقبة، أدرجناه في إطار قسنطينة بحيث سيفتتح في بسكرة، ينتقل إلى ميلان للحديث عن أبي المهاجر دينار الذي ننساه في الذاكرة وهو مهم جدا، ليس فقط سيدي عقبة ولكن هناك شخصيات علمية أخرى لعبت الدور في نشر الإسلام وفي نشر الثقافة الدينية في المغرب العربي، وينتقل من ميلان مثلا إلى قسنطينة. هذا الانتقال أو ما سميناه نحن في بعض النشاطات الملتقى العابر للولايات، فينتقل من ولاية إلى ولاية. ومن سيتحمل الميزانية ربما؟ لا فقط وزارة، وزارة هي فقط لنا ميزانية، خصصت لنا الدولة ميزانية خاصة بتظاهرة قسنطينة، سنرشد في نفقاتها وسنتقشف في نفقاتها، ولكن ستؤدي الغرض بحول الله وتعطي هذا البعد العربي الممزوج بالجانب الديني، لأن كما قلت نحن استقبلنا الثقافة العربية التي حضنها الإسلام. سيكون في تبادل ثقافي أكيد بيننا وبين بلدان عربية، نعم، أخرى. نعم، ذكرتم الأدوات الفكرية التي ستؤطر من قبل الجزائريين، واخترتم شخصيات جزائرية محضة ومواضيع، نعم، جزائرية، نعم، أين الجانب التبادلي في هذه المعادلة؟ التبادلي طبعا الإمكانات المالية لا تسمح لنا بأن ننقل فعاليات نشاط أو ننقل بعض العلماء إلى بلدان عربية أخرى، فالميزانية الشحيحة التي بيد الوزارة تسمح له في، ولذلك نحن كنا بطريقة استراتيجية ذكية بحيث أننا نؤدي أكثر الغرض وأكثر الأهداف بهذه الميزانية، وبالتالي قلنا أننا نأتي بهؤلاء المثقفين العرب والعلماء العرب وننقلهم من ولاية إلى أخرى ليستفيد منهم أكبر عدد من المواطنين الجزائريين. لكن هناك شيء مهم جدا أدرجناه هذه السنة وربما سيستمر معنا فيما بعد، وهو حواضر الجزائر في قسنطينة، بمعنى نبدأ في جوان بحاضرة تتوات، وعندما نقول تتوات ليست أضرار فقط ولكن كل منطقة تتوات، سنقيم لمدة أيام، يقيم هؤلاء
الذين جاءوا من تويت كضيوف من تويت إلى قسنطينة، يعرفون القسنطينيين والولايات المجاورة للقسنطينة بثقافة تويت، بمخطوطة تويت، بعلماء تويت، بميزة الاجتهاد في تويت. وهكذا سيكون أيضا لميزاب وجود في قسنطينة، الثورة وجود، العاصمة شلف، بلاد القبائل في قسنطينة. طيب بالعودة للحديث ربما عن الميزانية التي خصصت لإنجاح التظاهرة 700 مليار سنتيم، إلا أنه شفنا أنه هناك العديد من الهياكل القاعدية التي لم يتم إنجازها. نعم وزارة الثقافة، ولكن هناك هل تأثرت صاربت بالموضوع، هل تأثرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بربما به عدم إنجاز هذا المشاريع إذا كان في هناك إنجاز مساجد وما إلى ذلك؟ لا، نحن الجانب الإنجاز الترميم والمساجد ليست من مسؤوليتنا. إحنا مسؤوليتنا أن نستلم هذه المساجد الأثرية سواء في قسنطينة، لأن الترميم هذا من صلاحيات الوالي وصلاحيات وزارة الثقافة. نحن فقط نستلمها، نتابع، نرافق، ولكن الجانب الإنجاز والترميم و يعني بناء الواجهات للمساجد مثل ما الجانب المادي، يعني الجانب المادي لا علاقة لنا به. نعم. من حيث المتابعة. نعم. نحن فقط الجانب اللامادي. إذا من هم شركاء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في تسطير كل هذا البرنامج الذي سيستمر سنة؟ في لجنة ثقافة مجاهدين، محافظة السامية الأمازيغية، ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي. لكن في العملية كون أن الطابع الخصوصي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف جعلنا ننفرد في بعض النشاطات، لكن هناك بعض النشاطات سننظمها بالتعاون مع وزارة الثقافة، مثلا معرض المخطوطات، لأن وزارة الثقافة لها المكتبة الوطنية التي هي أساسا المهتمة بالمخطوط، وسننظم بعض الملتقيات مشتركة ماديا وتفكيرا وتحضيرا مع وزارة الثقافة بالخصوص. راح نستثمر وجودك معنا اليوم. نعم. ما راحش نتحدث فقط عن فعالية قسنطينة عاصمة للثقافة العربية 2015، لكن الجزائر. نعم. تشهد موعد جديد الكل ينتظره، هو المسجد الأعظم والكبير. نعم. وصلت الإنجازات؟ والله هو حسب تصريحات وزير السكن، لأن وزارة السكن هي المكلفة بالإنجاز، يقول سيستلم في وقته المحدد وهو نهاية سنة 2016. فأعتقد هذا هو الجانب. أيضا الوزارة، وزارتنا ترافق، يعني لأن فيه جوانب أيضا تعبدية تتعلق بالقبلة، تتعلق بطبيعة الزخرفة، تتعلق بما يكتب من آيات، مما يكتب من أسماء، ففيه جانب ثقافي فني مهم للوزارة رأي فيه. كونكم مدير الثقافة الإسلامية بوزارة الثقافة، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بالنسبة إلى هذا المسجد كمشروع كبير، ماذا تنتظرون من، وهل سطرتم ربما برنامج ستسيرون من خلاله كل ما يقام من أنشطة داخل المسجد؟ أنت عندما ذكرت لي المسجد تذكرت أننا الآن بصدد فتح في يوم الجمعة، سيشرف معالي الوزير على تدشين المسجد باسم الرئيس، فخامة الرئيس. هذا المسجد، مسجد بن بديس، فعلا سيكون قطب في الغرب الجزائري، لأن به مكتبة، به قاعة المحاضرات، به متحف إلى آخره. وأعتقد أن المساجد الأقطاب، وهو مشروع ريادي في الجزائر الذي سيكون في بعض الولايات، طبعا المسجد القطب الذي سيكون الأساس والجوهر هو مسجد الجزائر الكبير أو جامع الجزائر. التسمية الحقيقية هي الآن جامع الجزائر. جامع الجزائر. يعني التسمية الأخرى تخلينا عنها، أصبحنا نسميه جامع الجزائر. هذا جامع الجزائر سيكون فعلا مركب حضاري، سيكون فيه مركز ثقافي إسلامي، ستكون فيه مكتبة، سيكون فيه طبعا هو واجهة الجزائر الحقيقية، وبالتالي سنعيد للمسجد الدور الريادي والدور الحياتي والدور الثقافي، وسيكون أيضا دور سياحي، لأن هذا المسجد سوف من يزور هذا المسجد سيزوره، ليس فقط يزوره المسلمون، ولكن يزوره أيضا غير المسلمين والأجانب. وبالتالي أعتقد أن هذه المساجد الأقطاب في الولايات هي واجهات أو مركبات، دعنا نسميها المركبات الحضارية الكبرى للجزائر، لأنها ستحتوي أيضا على مراكز بحوث، ستحتوي على ورشات للحفاظ على الجانب التقليدي. يعني كثير من الصناعات التقليدية التي تتعلق باللباس الديني مثلا، ضيعناها في الجزائر. صحيح. ضيعناها في الجزائر، وهو لباس جميل وفني جديد. صحيح. وبالتالي أعتقد أننا في وزارة الشؤون الدينية فيه تفكير
على أساس أننا ستكون لنا مراكز بحوث، ستكون لنا متاحف ولو بالتعاون مع المتاحف الوطنية، ولكن سنبرز هذا الجانب المهم جدا المتعلق باللباس الديني، المتعلق بماذا قرأ أجدادنا، اللوحة القديمة هذه المحافظ قال هذه لوحة الشيخ عبد الرحمن الجلالي، هذه لوحة الشيخ حماني، هذه الأقلام التي كتبها الفلان. وبدأنا الآن مثلا نجحنا في معرض سميناه معرض تاريخ طباعة المصحف أو نسخ المصحف وطباعته في الجزائر، وجئنا بمصاحف كتبها أجدادنا وبالأقلام التي كتبوا بها. هكذا تدريجيا نكون متحف متنقل، وهو متحف مصحف الجزائر كيف كتب كيف نسخ. بالحديث على أقلام الجزائر، يمكن في الختام أن تذكر لنا بعض الأسماء التي ستكون حاضرة من أجل تفعيل ربما كل ما هي محاضرات وندوات فكرية خلال المظاهرة التظاهرة؟ نعم طبعا، خلال التظاهرة عندنا أسماء ستكون حاضرة بالتأكيد، يعني أبرز الشخصيات اليوم الموجودة العلمية في العالم الإسلامي، نعم أبرز الشخصيات الفكرية. يعني نحن لسنا فقط سنكون منفتحين فقط على العلماء الدين في الشريعة، ولكن سيحضر معنا أيضا علماء في علوم أخرى، اللغة، الآداب، علوم الاجتماعية. كما سندعو الجزائريين أو علماء أو النخب الجزائرية الموجودة الآن في أوروبا أو الموجودة في الخليج أو الموجودة في بلدان أخرى، سنستفيد من زملائنا الباحثين الجزائريين ودعوتهم إلى تنشيط هذه الندوات. ونحن استفدنا بحضورك. شكرا معنا بارك اليوم. الله فيك. نتمنى لك التوفيق ونجاح لهذه الفعالية التي تمثل نجاحا لكل الجزائريين. شكرا، ونتمنى من مؤسستكم أن تكون مرافقة بتغطية وافية لهذا النشاط ولهذه أكيد الفعالية. أكيد راح أكون حاضر. شكرا لك على حضورك معنا. إذن تحية مجددة لكل من التحق بنا اللحظة، ما نزال مستمرين معكم مشاهدينا في كل مكان. إذن اليوم نعيد ونذكر فقط أنه 15 أفريل وفي حملة من قبل جمعية حماية المستهلك لمقاطعة السردين أو السمك. احنا كنا أمس طرحنا سؤال حول ما هو المبرر أو السبب وراء ارتفاع هذا الأسعار الباهظ لأسعار السمك، والآن تلقينا تعليقات من قبل المشاهدين نستهلها بتعليق يوسف بوطلبي الذي يقول: ارتفاع أسعار السمك راجع لعدم اهتمام الدولة بهذا القطاع، بالإضافة إلى الطرق المستعملة في الصيد والتي تفتقر إلى الحداثة التي تؤدي إلى رفع التكلفة. إذن وردنا أيضا تعليق وقراءة أخرى من عند تيبود: لأن الصيادين في الجزائر ما زالوا معتمدين على الطريقة التقليدية للصيد، بما أن سوء الأحوال الجوية والأعطال التي تصيب محركات وسائلهم القديمة فأن هذا السبب كافي لاستغلال المشتري في ربحهم. نعم لطفي، التعليق الموالي وصلنا من يونس الجزائري الذي يقول: الدولة غير مهتمة نهائيا بهذا القطاع لدرجة أنها لا تملك أسطولا بحريا لاصطياد السمك وتعليمه أو إنتاجه. بلال عبد الحميد، آخر تعليق يصلنا إلى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أظن أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السمك هو المضاربة من ناحية وعدم وفرة هذا المنتوج بالكميات الكافية. نحن لدينا الكفاية من المواضيع والمحطات التي نأتيكم من خلالها دائما بالجديد. آخر محطة لنهار اليوم هي المحطة الثقافية، لكن رايحين على فاصل قصير وراجعين. قبل ما نروح ورد في الفاصل، هناك تقرير من إعداد ياسين مرابط ونبقى دائما في الطابع الديني، ونروح الآن إلى مسجد صوفيا باسطنبول ومن روائع العمارة البيزنطية والزخرفة العثمانية. تعرف لي في هذا الورق. يلا. إذن كان هذا مسجد آيا صوفيا باسطنبول الذي يرفع فيه ويتلى فيه القرآن منذ 85 عاما والمدائح الدينية كذلك، وسبب أنه في عام 1934 كان هناك قانون يمنع إقامة الشعائر الدينية في هذا المتحف. نعم، هو صرح ثقافي جميل وجميل جدا، إسلامي عتيق. راح نبقى في نفس الطابع في المحطة الثقافية، راح نتعرفوا على العديد من المقامات، العديد من الأماكن الثقافية التي تشهدها الجزائر راح يسلط عليها الضوء خلال سنة من الفعالية، بما أن الجزائر تحتضن فعالية عاصمة الثقافة العربية بقسنطينة. هو موضوع أول سيعالج في المحطة الثقافية. راح نتعرفوا أيضا على الخط العربي، راح نتعرفوا أيضا على موعد اللي ينتظروا من الشباب واللي
الكثير من المواطنين هو استقبال نانسي عجرم الفنانة الجميلة بالجزائر. إدير أيضا وابنته ابنة الفنان إدير اللي جمعها لقاء مع الفنان آيت منقلات والعديد من المواضيع الأخرى تعالج في المحطة الثقافية بحضور نوال بعد الفاصل. يلا وتنضم الينا نوال. صباح الخير لطفي. صباح الخير سوسن. لطفي صباح الخير. حاولت لك كاع المفاجات اليوم. مازال فيه مفاجات ما حفظتهمش كامل لطفي. اذا اول خبر او اول حدث ثقافي لنهار اليوم هو اكيد يتعلق بالحدث اللي اكيد تشهده الجزائر وينتظره كل الوطن العربي. اذا تظاهره قسنطينه عاصمه الثقافه العربيه راح تنطلق بحول الله غدا 16 افريل المصادف ليوم العلم. اذا تظاهره رصدت يعني تحضر لها مسبقا واكيد هناك العديد من الانشطه الثقافيه اللي راح تتزامن والتظاهره اكيد حيكون على الرغم من عدم جاهزيه كل الهياكل المبرمجه لاحتضان هذه التظاهره الا انه على الرغم من ذلك الا انه حتكون هناك زخم ثقافي زخم مليء بالانشطه الثقافيه فعاليات الثقافيه. اذا راح يكون اليوم حيخصص لتنظيم استعراض شعبي كبير جدا يشمل كل البلدان العربيه المشاركة واللي عددها 21 دولة. هذه الدول تمر والدول اللي ما حلفاش الحظ بالمشاركة في التظاهرة واللي تمر بأزمات راح تشارك بسفرائها وبطلبتها المقيمين في الجزائر. أما يوم 27 أفريل الجاري راح يكون عزف السيمفونية أو تقديم سيمفونية السلم بمناسبة تنصيب رئيس الجمهورية. أما فيما يتعلق ببرنامج التظاهرة الخاص بالطفل راح يخصص 10 مسرحيات من أصل 40 مسرحية ومعارض الاختراعات وأخرى للفن العربي الإسلامي وغيرها من الأنشطة الثقافية. هذا فيما يتعلق بالجانب الثقافي الفني. أما فيما يتعلق بالجانب الأمني تم تخصيص أو تم وضع 300 كاميرا مراقبة حماية إلكترونية بشوارع المدينة حتى يتم مراقبة المرافق والقاعات اللي تحتضن تظاهرة مثل قاعة الزينيت ومركز ملك حداد الثقافي. إذن هذا فيما يتعلق بقسنطينة عاصمة الثقافة العربية. نروح ما نبقاو الآن ما نبعدوش يعني عن التراث والأصل ونبقوا دائما في الجزائر. إذن الجزائر تحتضن مهرجان الثقافي الدولي للخط العربي اللي راح يكون شهر جوان المقبل في إطار دائما قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. إذن خططون عرب وأجانب في ضيافة الجزائر شهر جوان المقبل. من أشهر خطاطي العالم هتكون فرنسا، تركيا، الصين، إيران، باكستان، الهند، أندونيسيا، البوسنة والهرسك وغيرها من الخطاطين. مشاركات دولية عديدة. دولية عديدة أكيد والجزائر هتكون في قلب الحدث. إذن الطبعة لهذا العام طبعة العام راح تكون على غرار طبعة العام الماضي بمشاركة قدرت 23 دولة. خصصت فضاءات مفتوحة للمحاورة الفكرية وللبحثية من خلال برنامج ثري جدا يتعلق بالمهرجان. إذن فيما يتعلق كذلك نروح الآن إلى الخبر اللي قلت لطفي قبل قليل واللي ذكرناه فيما سبق. قلت الكثير من الأخبار أنا. ولكن هناك خبر ربما هو نانسي عجرم. نانسي عجرم أكيد اللي تنفي إقامة حفل فني لها في الجزائر. كنا ذكرنا فيما سبق وكان ورد خبر في وسائل الإعلام بأنه الجزائر راح تكون القاعة البيضاوية محطة لإقامة حفل الفنانة نانسي عجرم في 21 ماي المقبل بالقاعة البيضاوية. ولكن إشاعة لأنه كانت في إشاعة كذلك بقدوم السيدة فيروز. سيدة فيروز وبنتها نفت على يعني حرام مسكينة وإحنا قاعدين طايحين بالحديث. إذن المطربة يعني مكتب المطربة بلبنان ينفي الخبر وينفي توقيع أي عقد اتفاق لإقامة الحفل في الجزائر. حتى 4 ملايير سنتيم. 4 ملايير سنتيم مش راح تكون لطفي أكيد مش راح تجي مش راح تكون 4 ملايير سنتيم. إذا مثل هذه الإشاعات كما ذكرتي سوسن لحقت مطربة الفن العربي فيروز واللي من المفروض أنها يعني على حسب الإشاعة أنها تحيي الحفل الأول في قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. إذن هذا فيما يتعلق بنانسي. والآن نروح إلى المفاجأة اللي حضرها الفنان إدير لبنته تاتينا في باريس. تاتينا كانت من المفروض أنها تؤدي الغناء رفقة والدها ولكن المفاجأة
انها تلتقي بواحد من اعمده الغناء او الطرب القبائلي ايت منقلات. اذا كانت هي في يعني في حسابها يعني في مخيلتها انها باباها اللي راح يغني معها، ولكن المفاجاه كانت فنان ايت منقلات اللي صعد على الخشبه. تفاجات تاتينا، ولكن هي من محبيه، اكيد من محبيه، وكانت تعشق هذا الفنان منذ صغرها. اذا ولكن ما نقولش للاسف، ولكن مرض ايت منقلات منعه من اداء الاغنيه معها، وبقات هي غنت وحدها. نشوفوا مع بعض. يلا. قامت الأغنية الأمازيغية القبائلية أقول يلتقي باريس، وكانت مفاجأة لتاتينا من والدها أنها تلتقي بالفنان أيت ملقلات ليتناولوا الشفاء. أكيد إذا بعد أيت منقلات وبعد الجزائر راح نروحوا الآن إلى نبقوا دائما في دائرة الحضارة ودائرة ربما الحضارة الإسلامية أكثر. نعم. ربما الفكر الإسلامي. إيران أو من بين الدول اللي ربما تعيش حالة من نوع القمع للحريات الفردية خاصة، واللي تنتهي دائما بربما حالة من نوع يعني نوع من الكبت الداخلي للأفراد. نعم. إذا نتحدثوا يعني في صلب الحديث عن الفن والقمع، إذا فيلم الإيراني رقص الصحراء أو ديزرت دانسر، هذا الفيلم اللي هو فيلم حقيقي يعني قصة واقعية تدور أحداثه حول الراقص الإيراني أفشان جافاريان اللي خاطر بحياته حتى يحقق حلمه في الرقص، لذلك يعني أسس مجموعة رقص سرية. هو يعني كان في المدرسة، كان في الصغر في المدرسة كان يرقص قدام يعني أمام زملائه، ولكن كان هناك ربما نوع من المنع من طرف يعني بعض تهديدات، تهديدات من أمه، يعني خاصة لأنها كانت تخاف عليه. لأنها لو راح يسار في هذا التيار أكيد راح يلقى هناك رفض من المجتمع، خاصة السياسة والحكومة الإيرانية. إذا هذا الفيلم يروي أحداث أو يروي قصة هذا الفتى والشاب الراقص، وتزامنت مع الانتفاضة ضد الحكومة، مع الانتخابات ضد في الحكومة الإيرانية. إذا راقص الصحراء أو دانسر ديزرت دانسر اللي أدى دوره الفنان الممثل الشاب ريس ريتشي باللغة الإنجليزية أم بالإيراني؟ باللغة الفارسية. إذا دور الممثل أو دور الراقص أداه الممثل ريس ريتشي، ودور الراقصة الممثلة الهندية الأصل فريدا بنتو تقمصت في هذا الفيلم دور الراقصة إلهي اللي انضمت إلى مجموعة الرقص فيما بعد، وكونه مجموعة رقص ولكن فيما يعني في الأخير فقط نوال للتوضيح للمشاهدين عنوان الفيلم باللغة الإنجليزية والحوار أو داخل المسلسل باللغة الفارسية بالإنجليزية بالفارسية. إذا كانت لغة الحوار بالفارسية، حتى هناك لافتات يعني ما نخطروش نشوفوا لقطات بالصوت باش نتاكدوا اكثر. نشوفه. يلا نتابع. اذا النسخه كانت انجليزيه. نوال، لقطات من هذا الفيلم الجميل الإيراني. ربما يروي قصه ايرانيه، والمبتغى من كونه بالانجليزيه انه تصل رساله شباب الى العالم. اذا رقص الصحراء، اريد فقط ان اوضح انه العنوان رقص الصحراء لانه الفتى اقول أفشان جافاريان كان رفقة مجموعته في الرقص يروحوا يهربوا للصحراء. نعم. يعني لقوا فيها متنفسهم الوحيد حتى يثبتوا وجودهم ويطوروا من قدرتهم في الرقص، ولذلك يعني فيما بعد أفشان يهرب إلى باريس ويقيم هناك أول حفل ليه تما يعني في باريس، يعني ويرقص قدام الملايين من الجمهور، وبذلك يعني يثبت براعته ويثبت وجوده، يكسر القاعدة أكيد في أنه تحريم الفن والفن ممنوع في إيران. إذا بعد فيلم راقص الصحراء نروح الآن إلى فيلم آخر ما نبقوش بعاد، لكن دائما الأفلام في أجواء الأفلام والسينما. إذا فيلم الفهد الأسود، إذا هو فيلم أمريكي من نوع الدراما ونوع المغامرة والحركة، راح يصدر في السادس من شهر جويلية عام 2018. الفيلم أكيد لطفي مستوحى من قصة أكيد أسطورة، أسطورة خيالية، هذه الأسطورة احنا كما نعرفوها، ولكن ربما فيه بعض التعديلات. فيه نسخة جديدة حتصدر قلت في شهر جويلية 2018. إذا يروي حياة الطفل تشالا اللي يفقد والدته أثناء الولادة، وبعد يعني يكون هناك ربما تعايش بينه وبين الحيوانات خاصة الفهد. فهد أسود، هذا الطفل تشالا يقوم بدور البطولة شادوك بوسمان.
إذا يروي حياة تشالا مع رفقة النمور وخاصة فهد أسود ليتم اغتياله فيما بعد، ولكن فيما بعد الطفل تشالا يقوم بالثأر لموت هذا الفهد اللي كان صديقه منذ الصغر. نشوفوا مع بعض لقطات منه، يلا نتابع. الواضح أنه فيه الكثير من الإثارة. أكيد، إذن هو ربما قلب في قلب الغابة، حتكون هناك مغامرة وإثارة. إذن من النمر أو الفهد الأسود راح نروح الآن إلى مصر، ننتقل من الأدغال إلى الصحراء الآن وإلى إلى عصر الفرعوني، لدائما تبقى السينما أو يبقى الحضارة الفرعونية ملهمة العديد من المخرجين والمنتجين السينمائيين خاصة الأمريكان أو الأمريكيين. إذن الحضارة الفرعونية دائما بسحرها تلهم وتعطي ربما نوع من الإلهام لبعض المخرجين. إذن فيلم Gods of Egypt أو آلهة مصر للمخرج أليكس بروياس، هذا الفيلم يروي الحضارة يعني الفراعنة أكيد الحضارة الفرعونية. إذن هذا فيلم ملحمي يروي أسطورة الملك إيزيس وأوزوريوس والمؤامرة اللي ترتكبها أحد الآلهة وهي اسمها يعني اسمها ست أو هذا شقيق أوزوريوس، ينتهي المطاف بقتل أوزوريوس. يعني هناك شخصيات أخرى راح تبرز. أكيد هناك هي ست آلهة. نعم. أكيد هي ست آلهة راح يتم بيناتهم يعني ربما نوع من الانتقام لكل واحد. إذا بعد مقتل أوزوريوس راح ينتقم حورس لوالده. نشوفوا مع بعض ربما مقاطع من فيلم آلهة مصر. يلا نتابع مع بعض. رائع جدا آلهة مصر وفيلم حديث. نوال دايما تجينا اكيد بالجديد للتذكير فقط سوسن ولطفي انه مثل هذه الافلام اكيد راح يتم رصد يعني يتم رصد غلاف مالي ولطفي. وش من لغه؟ مصريه؟ الفرعونيه ولا انجليزيه؟ اكيد لطفي حتكون لغه انجليزيه لانه اكيد راح ينتسب الى البلد الام، بلد الانتاج وبلد الاصدار هو امريكا. اذا هذا الفيلم تم ارصاده ورصد له ميزانيه قدرت 150 أقول مليون دولار، وسيتم تصوير هذا الفيلم في حديقة مور بسيدني في أستراليا. شحال 150 مليون دولار. واو. إذن و احنا 4 ملايين سنتيم استخسرتوها في نصي هجران خليتوها تلغي العقد. إذن لطفي قريب قام ثور على جال 4 ملايين والشعب يقولوا له تقشف. مليارين للفنان ومليارين للفرقة التقنية لطفي. إذن شيء كبير جدا. إذن قلت هذا الفيلم راح تصويره في مور بسيدني ولاية نيو ساوت ويلز أقدم ولاية في أستراليا. إذا الفيلم من المفترض يعني أنت سقسيتني لطفي الآن إذا كان موجود في الإنترنت، قلت لك حيتم إصداره في سنة 2016. إذا هذه أحدث الأفلام راح دائما نتابعوها ونبقوا متابعين لها، ولكن بعض الأحداث الثقافية الخاصة بالجزائر راح نشوفها مع بعض في الأجندة الثقافية.
الثقافه والاعلام. هي مواعيد ثقافيه مهمه جدا متنوعه. نعم. اكيد. اخر ربما اخر حدث كان الفنان جوباتوري اللي حيقدم حفل فني يوم 25 افريل الجاري بقاعه المجار. اذا اللي حب جوباتوري يروح قاعه المجار يوم 25 افريل الجاري مع مرافقه، يعني هاد يعني حتى نهايه الشهر حتكون هناك عروض مسرحيه عديده موجهه للاطفال والكبار على اساس سواء. واللي حب نوال بوسبولي يلقاها في المحطة الثقافية في الأخبارني. يعطيك الصحة نوال. يعطيك الصحة. شكرا لك نوال. إلى نهاية عددنا لنهار اليوم، نتمنى أن وافدناكم بكل ما أتيناكم من مواضيع أخرى، نلقاكم من خلالها في آخر عدد لهذا الأسبوع غدا بحول الله.